مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم حلقة جديدة من المحترف في الدوري المصري. زي ما متعودين مع حضراتكم دايما كل يوم جمعة بنغوص في ملفات الكرة المصرية، سواء على مستوى الأندية أو على سواء المنتخبات، سواء منتخب أول، منتخب ناشئين، منتخب شباب أو منتخب أولمبي. الحقيقة النهاردة معنا ملفات كثيرة جدا جدا، وأكيد هنتكلم عن نادينا العظيم النادي الأهلي. الحقيقة النادي الأهلي اللي يعني بيواصل رحلته بكل قوة لحصد وحسم الدوري المصري. انتصار مهم جدا على فريق كبير، فريق نادي الإسماعيلي، كان فوز صعب الحقيقة، وكانت مباراة تليق باسم الكبيرين النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي، وقدر النادي الأهلي يفوز فيها 1-0. الحقيقة الضغوط كثيرة جدا جدا، يعني كلنا بنتكلم على ضغوط المباريات كل 3 أيام بل كل 48 ساعة. يعني النادي الأهلي لعب يوم الأربعاء اللي فات مع الإسماعيلي، إن شاء الله في مباراة كمان في الدوري المصري بكرة مع نادي الاتحاد السكندري. يعني تقريبا يعني خدنا أو الفرقة خدت خميس وجمعة وعندها مباراة مهمة جدا إن شاء الله بكرة. هذه الضغوط يمكن كولر الحقيقه بيتعامل معاها بشكل اكتر من رائع. قبل ما هقول لحضراتكم بيتعامل معاها ازاي، لكن كمان خلينا نتكلم بكل امانه، الضغوط اللي كمان على اللعيبه وعلى الاداره وعلى الجهاز الفني لما بيكون عندنا عدد كبير من المباريات متاجل. الحقيقه العدد الكبير من المباريات المتاجل دوت زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، دي تدريبات طبعا استعدادا لمباراه النادي الاتحاد. وزي ما بقول لحضراتكم النادي الأهلي إن شاء الله يعني يكفيه 5 نقاط من مجموع المباريات المتبقية في الدوري العام ل يعني حصد بطولة الدوري رسميا. طبعا التدريبات جدية جدا، كل مباراة بناخدها بجدية زي ما بنتكلم ودايما بنقول. ملف نادي الإسماعيلي أو مباراة نادي الإسماعيلي اتقفل، كان فوز مهم جدا جدا زي ما بقول لحضراتكم على فريق كبير، فريق نادي الإسماعيلي اللي يمكن كان بيعاني أو ما زال يعاني في جدول الترتيب في الدوري المصري. ولكن زي ما بقول لحضراتكم كل الاستعدادات، كل التركيز، كل الإصرار إن شاء الله على حصد 3 نقاط أمام فريق قوي أيضا، فريق النادي الاتحاد السكندري. الحقيقة عامل موسم رائع السنة دي، في بعض يمكن الفترات اللي فاتت في إخفاقات شوية، ولكن يبقى فريق النادي الاتحاد السكندري من المباريات القوية جدا اللي بياخدها النادي الأهلي. فعايز أقول لحضراتكم يعني الضغوط اللي زي ما بتكلم عليها، لما انت مشجع النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي، لما بتلاقي النادي الاهلي عنده مؤجلات 7 مباريات مثلا او 6 مباريات، انت على طول اوتوماتيك بتفكر ان ال6 مباريات او ال7 مباريات دول خلاص دول 21 نقطة. يعني بغض النظر هيقابل مين او هيلاعب مين او متغيرات اللي بتحصل في كرة القدم، الحقيقة واحنا بنقرا او بنشوف عدد ماتشات النادي الاهلي المؤجلة على طول احنا بنضرب المباراة في 3 بعدد النقاط، وبيبقى خلاص كلنا نفسيا متأهلين ان النادي الاهلي 6 الماتشات اللي جايين هياخد 18 نقطة. الحقيقة دي ضغوط غير مباشرة، يعني طبيعي اللي بتكلم عليها. انا من نفسي كنت بقرا مثلا النادي الاهلي ناقص له 6 ماتشات، اوتوماتيك بيجي في دماغي انه ال6 ماتشات دول ب 18 نقطة. انت كمحب للنادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي انا يصل مثلا 4-5 ماتشات، ال4-5 ماتشات دول يا جماعه ب 15 نقط، بغض النظر ان احنا بنبص مين المنافس عامل ازاي، لان كمان في منافسين بيصارعوا على الهبوط من المراكز المتاخره في الدوري، او بعض الفرق اللي بتنافس لسه على الجزء المنطقه الدافيه او الجزء المربع الذهبي. فعايز اقول لحضراتكم يعني الامور ما بتبقاش بالسهوله ديت. عندنا مباريات الحقيقه مباريات صعبه مش سهله. عندنا مدير فني ماشي بشكل اكتر من رائع على الروتيشن اللي بيعمله، الحقيقه بيعمل روتيشن اكتر من رائع على مختلف المراكز. يعني هتلاقي مباراه بيلعب فيها كهربا في الحاله الهجوميه كراس حربه، وبعديها هتلاقي محمد شريف، مره تلاقي حسين الشحات ناحيه الشمال، مرة تلاقي أحمد عبد القادر، مرة هتلاقي بنشوف تبادل ما بين قندوسي مثلا وأحمد مجدي قفشة، شفنا دخول مثلا محمد فخري في وسط الملعب في فترات كثيرة، بنشوف محمد هاني وبعدين نرجع نشوف خالد عبد الفتاح. الحقيقة يعني بيعمل الروتيشن أكتر من رائع حتى على مستوى السردباكين، بنشوف رامي ربيعة مكان مثلا ياسر إبراهيم، غياب ممكن يكون عبد المنعم وبيلعب ياسر إبراهيم وبيلعب جنبه رامي ربيعة، وبالتالي
الروتيشن وتغيير المراكز او تغيير اللاعبين ده الحقيقه كولر بيقوم بيه بشكل اكتر من رائع نتيجه طبعا ضغط المباريات. وكان الماتش اللي فات امام نادي الاسماعيلي خمس لعيبه اتغيروا عن المباراه اللي قبليها مباراه فيوتشر. بكره ان شاء الله هتلاقي كمان مجموعه من اللاعبين اللي ما بداوش المباراه اللي فاتت، وهو ده الروتيشن اللي بنتكلم عليه. روتيشن محسوب بشكل جيد جدا، وقطره موجود، النجاحات موجوده، تاتش وود مفيش اصابات كثيره الحمد لله لغايه دلوقتي، وبالتالي الامور ماشيه بشكل اكتر من رائع. الحقيقه كمان من احد يعني ده من احد انتصارات النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت. كمان زي ما بتكلم النادي الاهلي كمان بي يعني ملف التجديدات للعيبه الحقيقه كمان ماشي بهدوء وبسلاسه كبيره جدا جدا، ونجاحات على مستوى تجديد طبعا بعض اللعيبه الاساسيه المؤثرين بشكل جيد جدا على النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، على راسهم طبعا حسين الشحات، واتكلمنا على رامي ربيعه كمان بيجدد، وياسر ابراهيم. يعني الحقيقه وحاف عند حسين الشحات شويه لان كان في جدل كبير جدا، وكان في على السوشيال ميديا كلام كتير على حسين الشحات في امور هاديه، وبعدين فجاه لقينا الامور اتقلبت 180 درجه، لا حسين هيمشي، لا مش موجود، لا في عروض من احد الانديه في السعوديه. وبالتالي انا بقول لحضراتكم ملف التجديدات العقود في النادي الاهلي ماشي بشكل احترافي جدا وبشكل هادي جدا وبشكل سلس جدا مع اللعيبه. يعني حسين الشحات اتقال ان هو اشترط على النادي الاهلي، مفيش الكلام ده، مش موجود يا جماعه في النادي الاهلي ان اللعيب يشترط على النادي الاهلي، ده مش موجود، مستحيل يكون موجود، لان زي ما بقول لحضراتكم ممكن هيكون في التفاوض العادي، والله انا بطلب من اداره النادي انها ممكن تحقق لي الهدف دوت، في فرق ان انا بطلب وفي فرق ان انا لو ما عملتوليش كده مش همضي، في فرق كبير جدا ما بين واحد بيتفاوض والله انا محتاج ان احنا ممكن نزود بند ده او نغير في البند ده او ممكن ناجل البند ده على حساب البند، كلها دي امور تفاوضيه بتمشي في النادي الاهلي بشكل احترافي وبشكل سلس جدا. وزي ما بقول لحضراتكم يعني تجديد خاصه حسين الشحات يعني كان عليه بعض الدوشه شويه، ولكن الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي بيحسم الامور مع اللاعبين الثلاثه دول زي ما بقول لحضراتكم، وما حسيناش بحاجه غير مع حسين والسوشيال ميديا اللي اتكلمت عليهم، لكن زي ما بقول لكم المفاوضات كلها كانت ناجحه بشكل كبير جدا جدا، والنادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم الحقيقه بيدير هذا الملف بحكمه كبيره جدا جدا وبهدوء وبدون شوشره، قافلين على نفسنا كويس. في بعض الاخبار اللي بتطلع في السوشيال ميديا اصل ده عمل ده اصل عمل، كل دوت لا يلتفت ليه مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه ولجنه التفاوضات مع اللعيبه. وكلنا فاكرين اكيد حسين الشحات قد ايه كان يعني كان كين قوي وكان مهتم جدا وكان ماسك في النادي الاهلي من فترات يمكن فترات طويله، وكان مصمم ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، والنهارده كمان حسين الشحات بيصمم ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. حسين الشحات يعني كمان يعني بطولات كثيره جدا، ثلاث بطولات افريقيه في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، وبالتالي هو ده الاتراكتيف. في انديه كده عندها اتراكتيف، عندها يعني لما تتكلم مع لعيب او نادي بيتكلم مع لعيب ويكون هذا النادي صاحب بطولات كثيره جدا وصاحب شعبيه كبيره جدا والراجل ملتزم بحاجات كثيره جدا مع عقود اللاعبين والنواحي الماديه، وكمان عنده زي ما بقول لحضراتكم عنده تارجت دايما وعنده هدف الوصول للبطوله وشخصيه هذا النادي، كل ده بيفرق خلي بالكم في التفاوض مع اللاعب. الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم على مستوى الدوري احنا الحمد لله ماشيين بشكل كويس جدا باذن الله، خمس نقاط بتفصلنا على حسم بطوله الدوري بشكل كبير جدا، وكمان عايزين ما ننساش كمان في ملف التعاقدات وموضوع حمدي فتحي اللي ان شاء الله بنتمنى له تجربه احترافيه جديده في قطر. والحقيقه هو يعني كمان قد ايه حمدي حاسس ب قدر النادي الاهلي وان النادي الاهلي ما وقفش في طريقه في لما جاله عقد بمبلغ كبير، ربنا يبارك له ويستحق الحقيقه كل التحيه، لان حمدي فتحي من المقاتلين، عمرك ما شفت حمدي فتحي عمل مشكله، راجل بيموت نفسه في الملعب، بيأدي بشكل اكتر من رائع، ادى مع النادي الاهلي كل المباريات برتم واحد وبقوه واداء عالي جدا، والحقيقه خروجه من الباب الكبير زي ما بيقولوا وخروجه للاحتراف في احد الانديه القطريه في نادي طبعا الوكره القطري، يعني نتمنى له التوفيق اكيد، و
الاحتفال واستقبال هذا النجم الكبير كمان في قطر ده بيدل على قيمة حمدي وعلى قيمة النادي الأهلي اللي جاي منه الحقيقة. يعني كمان استقبال أكتر من رائع، حمدي فتحي بيستقبل هناك في قطر لأنه جاي من النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما بيزيد من اللعيبة ويعني بيرفع طبعا القيمة التسويقية بشكل كبير جدا جدا جدا. النهاردة الحقيقة كمان خلينا نتكلم وهنتكلم إن شاء الله على ملف المنتخب الأولمبي. يعني المنتخب الأولمبي بنقول له ألف ألف مبروك على الوصول لطبعا أولمبياد باريس 2024. الحقيقة أن المنتخب الأولمبي بدأ البطولة المؤهلة اللي بتقام في المغرب بتدرج وتدرج يعني قوي جدا يعني، ووصل للمباراة النهائية. هتكون مباراة قوية جدا أمام المنتخب المغربي بكرة إن شاء الله. يعني ميكالي المدير الفني للبرازيلي والتوليفة الجديدة والجيدة جدا اللي عملها من لاعبين للأسف وما بين قوسين للأسف ما بيشاركوش بشكل كبير مع فرقهم في الدوري المصري، لكن قدر يعمل هذا التوليفة الجيدة جدا جدا وقدر يوصل للهدف الأول. وأنا دايما بقول هو ده مش الحلم، ده الهدف الأول. ودايما يمكن اتكلمت الأسبوع اللي فات على موضوع الحلم، خلينا نتكلم مع أولادنا، خلينا نتكلم مع الجهاز الفني. طبعا وائل شيتوس طبعا أحد العناصر المهمة جدا جدا في جهاز المنتخب الأولمبي، وكان ليه يمكن يعني كمان دور كبير جدا مع كابتن شوقي غريب البطولة اللي فاتت. لكن خلينا نتكلم أنه يوصل للعيبة أن يا رجالة مش ده الحلم، حلم الوصول هو مش حلم، هو هدف. ولكن الحلم الكبير أنك إن شاء الله بإذن الله تتواجد في المربع الذهبي. عايزين نكسر حد الوصول لدور الثمانية. يعني لسه بتكلم يمكن مع يعني زملائي في الإعداد وقالوا لي يمكن مصر وصلتش دور الثمانية غير زمان جدا في الستينات لما كانت البطولة يمكن 3-4 فرق أو 5 فرق، لكن على مستوى وصلنا للأولمبياد لا وصلنا بشكل كبير جدا، ويمكن مصر من أكبر الفرق أو أكتر الفرق اللي وصلت للأولمبياد. ولكن يبقى حققنا الهدف، ومباراة بكرة كمان مباراة مهمة جدا ليها أهدافها وليها طموحاتها. انت بطل النسخة اللي فاتت بقيادة الكابتن شوقي غريب، وكانت موجودة البطولة عندنا هنا في مصر في 2019 داخل باسم بطل البطولة او حامل اللقب البطولة، وبالتالي بتقابل اكيد منافس قوي جدا بيلعب على ملعبه المنتخب المغربي. زي ما بقول لحضراتكم منتخب قوي جدا، ولكن انت عندك حوافز، انت منتخب مصر وصلت للأولمبياد، لكن كمان عندك هدف وهو ان شاء الله الحصول على هذه البطولة. خلينا النهاردة في حلقتنا هيكون الحقيقة لينا كلام كتير ومهم جدا عن زي ما بقول لحضراتكم مباراتنا إن شاء الله، مباراة النادي الأهلي مع الاتحاد بكرة إن شاء الله. وكالعادة في ليلة المباراة كلنا بنتكلم على جميع الزوايا، من الزوايا الفنية، استعداد الفريقين، كولر هيخش المباراة إزاي، كمان هنتكلم بالتفصيل على منتخبنا أمام المنتخب المغربي في النهائي إن شاء الله بكرة الساعة 11 بتوقيت القاهرة بإذن الله، المباراة النهائية لمنتخبنا الأولمبي أمام المنتخب المغربي. كل التوفيق لمنتخبنا حقيقة. يعني النهاردة كمان هنمر سريعا زي ما بقول لحضراتكم كمان على الدوري المصري، عندنا كمان فقرة مع محمد الباز محلل الكرة العالمية، عندنا أرقام وإحصائيات عن بعض مباريات النادي الأهلي نادي الاتحاد، عندنا كمان بعض الأرقام عن منتخبنا الأولمبي، هيكون عندنا حديث كمان مع اتنين حقيقة كبار جدا جدا في عالم تحليل كرة القدم، يعني الكابتن فتحي نصير يعني اسم كبير جدا في عالم كرة القدم، ومعانا طبعا نجمنا السابق الكابتن عمرو الحديدي هيكون في ضيافتنا النهارده في المحترف. طيب نروح سريعا كده لبعض الأخبار، وزي ما بقول لحضراتكم إن النادي الأهلي إن شاء الله بيواجه الاتحاد السكندري بكرة في الدوري، طبعا مواجهة دي يوم السبت وزي ما بقول لحضراتكم المواجهة يمكن فريقنا يعني فضل في اسكندرية بعد مباراة الإسماعيلي، واستمر هناك المعسكر لاستمرار التدريبات واستقبال طبعا أو الاستعداد لمباراة نادي الاتحاد. يعني إن شاء الله بإذن الله زي ما بقول لحضراتكم الفريق محتاج 5 نقاط للتتويج رسميا بالدوري. طبعا كان مباراة الإسماعيلي يمكن كان يوم الأربعاء خاضها، وزي ما بقول لحضراتكم في أقل من 3 أيام يعني عدى يومين الخميس والجمعة، وعنده مباراة كمان مهمة جدا بكرة. الاستعدادات زي ما حضراتكم شايفين ما بيكونش استعدادات كثيرة، يعني كلها عملية ريكفري بشكل كبير. طبعا الجهاز الفني مش عايز يدخل اللعيبة كمان في نوع من أنواع الإرهاق، فكل التدريبات يعني زي ما بقول لحضراتكم مش هتزيد عن الساعة، يعني كلها إحماءات، كلها بيعمل
يعني بعض التدريبات في الإحماء، ممكن يكون في بعض التكتيك اللي هيشتغل عليه كولر بكرة مع اللعيبة، في كور ثابتة، في بعض المهام الجديدة لبعض اللاعبين اللي هيشاركوا في هذه المباراة، كلها عمليات استعداد على المستوى البدني، على المستوى النفسي، وعلى المستوى التكتيكي لمباراة مهمة جدا إن شاء الله بكرة. كل التوفيق لفرقتنا. وزي ما حضراتكم شايفين يعني هو المعسكر استمر هناك في اسكندرية في برج العرب، وإن شاء الله بكرة زي ما بقول لحضراتكم المباراة هتقام في الساعة 7 بإذن الله في استاد برج العرب أمام نادي الاتحاد. كل اللعيبة بخير، كل اللعيبة يعني عندها الدوافع وعندها الطموح إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم لحسم بطولة الدوري. حسم بطولة الدوري هتوقف على طبعا إن شاء الله قدامنا خمس نقاط، ولكن محتاجين مجهود، محتاجين تركيز. عندنا مباراة اللي جاية أمام نادي الاتحاد، والمباراة اللي بعديها أمام نادي الزمالك، لكن بناخد المباراة يعني بناخدها خطوة خطوة إن شاء الله. فوز أمام نادي الاتحاد، وهيكون طبعا في حديث خاص أمام على مباراة نادي الزمالك. الحقيقة يعني كل اللعيبة زي ما بقول لحضراتكم نتيجة الروتيشن الرائع اللي بيعمله مارسيل كولر مع الجهاز الطبي، مع الجهاز الفني، مع طبعا يعني مدربي الاحمال اللي موجودين واللياقه في النادي الاهلي. الحقيقه كله واصل ليفل عالي جدا جدا، ومصطفى شوبير كمان موجود، واللعيبه موجوده، وكل بيستعد ان شاء الله لهذه المباراه. وبقول لحضراتكم المباراه صعبه بكل امانه، مباراه مش سهله. نادي الاتحاد كمان يعني لو كان بيمر ببعض الازمات الفنيه في الفتره اللي فاتت، لكن امام النادي الاهلي واي فرقه بتلعب النادي الاهلي هتلاقي الاستعداد كبير جدا جدا، هتلاقي الروح عاليه جدا، هتلاقي الطموح كبير جدا جدا. ويعني لكن ولادنا قادرين الحقيقه، وزي ما بقول لحضراتكم يعني على المستوى البدني كله بيستعد، وكله يعني شادد حيله باذن الله ان شاء الله. والروح الحلوه الموجوده في المعسكر الحقيقه، الحالة المعنوية بتفرق جدا مع لعيب الكورة، يعني الحالة المعنوية والنفسية ليها جزء كبير جدا جدا من شغل مارسيل كولر. كولر ما بيشتغلش فني بس، بيشتغل على مستوى كمان على المستوى الروح المعنوية العالية. كابتن سيد طبعا عبد الحفيظ يعني حدث ولا حرج من كل الأمور الإدارية اللي بيوفرها للعيبة، وبيحاول بقدر الإمكان إن احنا نقفل على نفسنا كده بلغة النادي الأهلي وبلغة الكورة، إن احنا نقفل على نفسنا في أي حاجة ممكن تزعجنا. بيشارك بروح حلوة مع طبعا مع علي معلول، وزي ما بقول لك الروح الجمالية دي الموجودة يعني هي دي سمة النادي الأهلي، وبتكون دافع كبير جدا. يعني لما بنشوف لاعيبتنا يعني بتهزر وبتضحك، لكن زي ما بقول لك ده جزء كبير جدا من الاستعداد النفسي. مفيش شك انك لازم تكون مركز، اوقات لازم تكون مركز 100%، ولكن في اوقات على مستوى كل الفرق، يعني انا عشت في اوروبا 15 سنه، هتلاقي لما تكون الحاله المعنويه والنفسيه بتبقى مرتفعه للعيب وللفرقه، ده ينعكس اكيد بالايجاب على الملعب مفيش شك. لكن لحظه الجد جد، لحظه التركيز تركيز، والكل بيشتغل وكل بالظبط عارف دوره ايه بالظبط في منظومة النادي الأهلي. وزي ما حضراتكم شايفين اهو يعني كولر كمان بيوطي على مين ده، قفشة تقريبا، بيوطي على قفشة اهوت، وفي لقطة ظريفة جدا زي ما بقول لحضراتكم، ده يعني هو مارسيل كولر حازم جدا وجد جدا، ولكن في اوقات هو عارف الاوقات دي امتى، وعارف امتى يكلم اللعيب بهدوء، وعارف امتى يهزر مع اللعيب، وعارف امتى يشد مع اللعيب، وده دي خبرات مدير فني كبير، وعارف ازاي يكون في الدريسنج روم بتاعتنا كله في تناغم كبير جدا جدا. نتعامل مع عدد كبير زي ما حضراتكم شايفين، عدد كبير من اللعيبه، عدد كبير من النجوم، لكن ان ازاي تعمل الروح ديت، وازاي تعمل الكنترول ده، وازاي يكون عندك شخصيه مدرب كبير يقدر في الاوقات الصعبه يتصرف مع اللاعبين بحزم، ووقت الهزار، وقت الجد، وقت الاحتفالات. بنشوف مارسيل كولر في اوضه اللبس بعد الفوز بالبطولات بيندمج مع اللعيبه وبيرقص ويغني معاهم، لكن في اللحظات الحاسمه، اللحظات الجد جدا، بنلاقيه كمان شخصيه مختلفه تماما. الحقيقه كل التوفيق لفرقتنا بكره زي ما بقول لحضراتكم، ان شاء الله مباراه باذن الله تخرج بشكل يليق كمان بالفرقتين. زي ما بقول لحضراتكم مباراه صعبه، فريق نادي الاتحاد فريق قوي جدا، ولكن كمان طموحات لاعبتنا والإدارة الفنية وجماهيرنا إن شاء الله، والجماهير الكبيرة الموجودة بتساند النادي الأهلي دائما وأبدا،
يعني طمعانه في الثلاث نقاط لنقترب خطوه لحسم بطوله الدوري. طيب سريعا اخبار سريعه، حسين الشحات بيختار النادي الاهلي وبيقول من زمان وهو سعيد جدا جدا بهذا التجديد. اكد حسين الشحات طبعا في تصريحات خاصه للموقع الرسمي للنادي الاهلي على سعادته بتجديد تعاقده مع النادي الاهلي بعد المفاوضات التي لن تستغرق وقت طويل زي ما قلت لحضراتكم. وحسين الشحات اكد انه بيتطلع اكيد للفوز اكيد بالبطولات مع الفريق في الفتره اللي جايه، واماله هي اسعاد الجماهير جماهير النادي الاهلي. بيأكد كمان حسين انه يمكن تعرض لبعض الاشاعات، ولكن اشاعات كثيره جدا على على السوشيال ميديا في الفتره الاخيره، ولكن بيأكد انه هو كان لما كان بيشوف هذه الشائعات والكلام اللي كان بيطلع على السوشيال ميديا كان بيضحك. يعني هو بيقول كل لما كنت بشوف هذه الاشاعات كنت بضحك الحقيقه. ويعني هو قال طبعا اكيد السوشيال ميديا بقت خلاص جزء اكيد في حياتنا، ولكن يعني هو دايما بيشتغل بشغل احترافي ودايما بينظر الى مستقبله بشكل اكتر من رائع. رغبته كانت اكيد البقاء في النادي الاهلي، تجديد التعاقد كمان، والقرار اللي خده يعني كان قرار محسوم بنسبه كبيره جدا لرغبه اللاعب في الاستمرار مع النادي الاهلي، رغم زي ما بقول لحضراتكم كان في عروض كثيره في خلال الفتره اللي فاتت. اكد حسين كمان انه كان يعني يكفي زي ما بيقول انه خلال الاربع سنوات اللي فاتت يعني توج ببطوله دوري الابطال 3 مرات بجانب المشاركه بكاس العالم للانديه 3 مرات. وحسين بياكد ان مفيش حد زي ما قلت لك يعني من لحظات قليله ان مفيش حد يشترط على النادي الاهلي. تطرق حسين كمان في الحديث على اللي دار الحديث كان في حديث دار ما بينه وما بين يعني رئيس النادي ريال مدريد في كاس العالم للانديه بيريز، اخبره ان النادي الاهلي فريق كبير وانه يعني وان احنا قدمنا مباراه قويه امام ريال مدريد في كاس العالم للانديه. وبيأكد ان فعلا حسين بيأكد ان النادي الاهلي خلاص هو نادي في مصاف الانديه العالميه بشكل كبير جدا. مبروك لحسين الشحات النادي الاهلي، ومبروك للنادي الاهلي حسين الشحات. طيب على الجانب الاخر كمان ياسر ابراهيم والتجديد مع النادي الاهلي، ياسر بيقول التجديد للنادي الاهلي مش محتاج تفكير الحقيقه. يعني بيأكد ياسر ابراهيم في تصريحات خاصه كمان لموقع الرسمي للنادي الاهلي ان عمليه تجديده للتعاقد ما استغرقتش وقت طويل، وانه طبعا رحب بالتجديد على الفور. واكد يا ياسر ان لقب دوري ابطال افريقيا الاخير من اغلى الالقاب بالنسبه له، ويعني بسبب المواقف اللي تعرض ليها النادي الاهلي في بدايه هذه البطوله في دور المجموعات وحاله عدم التوفيق يمكن لواجهه النادي او الفريق، نظرا لي طبعا ان هذه البطوله هي البطوله الغاليه على النادي الاهلي سواء على مستوى الاداره على مستوى اللاعبين او حتى على مستوى الجماهير بشكل كبير جدا. ولكن بيتكلم كمان ويقول لك تظل اغلى بطوله هي بطوله القاضيه بسبب الطقوس الخاصه بالنهائي. ياسر اكد ان مفيش خلاص وقت للاحتفالات داخل النادي، يعني خلاص النادي والجماهير بتطالب حاليا باللقب ال 12 على مستوى افريقيا زي ما احنا متعودين. وياسر اشار ان الفريق بيسعى طبعا اكيد لحسم لقب الدوري حاليا والتركيز على الدوري في كل مباراه. وياسر اتكلم على كمان كولر، اتكلم عليه واكد ان كولر زي ما بقول لحضراتكم شخصيه مميزه جدا، يعني دايما بيمنح اللعيب فرصه للحديث معاه يعني. ودايما كولر خلي بالكم لكل مجتهد نصيب، هو بالنسبه له اللي بيجتهد جدا في التدريبات بيكون موجود في الملعب بشكل كبير جدا. ومن الحاجات الجميله اللي قالها ونفسنا هو ده الثقافه اللي تكون عندنا وعند كل مدير فني، انا ما بتعاملش مع 11 او 12 او 13 لعيب وبركز عليهم، احنا عندنا سكواد كامل. وهو بيتعامل مع الناس بيقول لك انا بتعامل مع اللعيبه كلها السواسيه، بشوف ممكن يكون لعيب عنده بعض النواقص بحاول اكملها له عشان يكون جاهز للمباراه، بشوف الحاله النفسيه ما عنديش حته بحب دوت وبكره ده، لا الراجل بيتعامل باحترافيه كامله جدا جدا. وده ظاهر على مستوى زي ما حضراتكم بتشوفوا الاداء الكبير اللي بيأديه النادي الاهلي، وعلى مستوى الروح الحلوه والدريسنج روم و اللي بتسود النادي الاهلي بشكل كبير جدا. طيب قبل ما نخرج وزي ما عودت حضراتكم في الحصاد هنا نبص سريعا كمان عشان هنتكلم على الدوري المصري، عايزين نبص الدوري المصري وجدول الدوري المصري واقف فين من خلال الجدول اللي هيظهر من على الشاشه قدام حضراتكم. دوري طبعا الاهلي في المقدمه
72 نقطة يعني عدد مباريات أقل من بيراميدز اللي في المركز الثاني ب 67 نقطة. فيوتشر الثالث 58، الزمالك الرابع ب 56، المصري البورسعيدي في المركز الخامس 44، مقاولين العرب السادس في المركز السادس ب 43 نقطة، إنبي السابع ب 42 نقطة، نادي الاتحاد السكندري في المركز الثامن ب 42 نقطة، فاركو في المركز التاسع ب 41 نقطة. نشوف النص الثاني من الجدول. سموحة في المركز ال 11 ب 36 نقطة، بنك الأهلي في المركز سموحة في المركز العاشر ب 36، البنك الأهلي 11 في ب 35 نقطة، في المركز ال 12 سيراميكا 34 نقطة، الإسماعيلي ال 13 34، طلائع الجيش ال 14 33، أسوان في المركز ال 15 ب 33، ثم ثلاثي يعني الهبوط فريق الداخلية في المركز ال 16 ب 32 نقطة، غزل المحلة 32، حرس الحدود اللي يمكن هبط رسميا لدوري المحترفين. لكن تاني وكل حلقة بشوف ان الجدول في النص التاني مشتعل، 36 نقطة المركز العاشر سموحة، والداخلية في المركز ال 16 اول مركز للهبوط ب 32 نقطة، بتتكلم على 4 نقاط. ولكن عندك أسوان 33، طلائع الجيش 33، الإسماعيلي 34، سيراميكا 34، البنك الأهلي 35. يا جماعة بتتكلم في مباراة واحدة، يعني ما بين النادي البنك الأهلي وما بين الداخلية 3 نقاط، مباراة واحدة، وبالتالي المباريات القادمة هتكون مشتعلة في طبعا الهروب من القاع والخروج من مأزق الهبوط لدوري المحترفين العام القادم. طيب عايزين نشوف الأهداف المهدفين، نشوف الهدافين برضو لغاية دلوقتي في الدوري المصري. طيب لو مش جاهزين بيه، طيب جاهزين. طيب مبلولو طبعا 16، محمد حمدي 11، زيزو 10، لكاي 10، أحمد الشيخ 10، محمد شريف 9، سمير فكري 9، محمد أمين أوفا ب9 أهداف. لكن زي ما بقول تاني، يعني هداف الدوري ب 16 هدف، وان شاء الله باذن الله محمد شريف يشد حلو كمان، عايزين يكون العدد اكبر من كده. لكن هداف الدوري المصري ما زال طبعا هو مبلولو لاعب نادي الاتحاد السكندري ب 16 هدف. طيب هنروح لفاصل سريع مع حضراتكم، ونستقبل بعد الفاصل زي ما قلت لحضراتكم الكابتن الكبير فتحي نصير وكمان الكابتن الكبير عمرو الحديدي، هيكونوا موجودين معانا هنا في المحترف. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلونا نرحب بنجومنا النهارده اللي مشرفينا في المحترف الكابتن الكبير، الكابتن الكبير فتحي نصير. كابتني منور. يا كابتن هاني وحشني جدا. يا كابتن انت منور، ربنا يخليك وطلتك حبيبي يا كابتن، برنامجك حاجه مشرفه يا هاني. الشرف لينا كابتن، الشرف لينا. وطبعا كابتننا الكبير المدافع القوي العظيم كابتن عمرو الحديدي. مساء الفل عليك عمور. مساء الفل يا كابتن، كل سنه وانت طيب. اخبارك ايه؟ صحه وسلامه يا كابتن هاني. تمام يا كابتن. طيب كابتن فتحي، كابتن عمرو، اكيد هنتكلم على المباراه المرتقبه بكره امام النادي الاهلي ونادي الاتحاد في مشوار استعاده اللقب دوري المصري، لكن خلينا نطمن على فرقتنا وعلى ولادنا والاستعدادات دلوقتي اللي في برج العرب في اسكندريه من خلال زميلنا المراسل محمد توفيق اللي هيعرفنا يعني هيكون الاجواء ازاي. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن هاني، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكبار في الاستوديو كابتن فتحي نصير وكابتن عمرو حديدي، كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا منتظرين مباراه كبيره بكره تجمع ما بين طبعا ناديين كبار، نادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. ولادنا بعد مباراه الاسماعيلي استمروا في معسكرهم في برج العرب استعداد لهذه المباراه. قول لنا ايه اخبار، ايه الاجواء، الاستعدادات لمباراه الغد ان شاء الله. يعني في البدايه كابتن هاني، حضرتك طبعا نجم كبير ولاعب من اهم لاعبي مصر المحترفين في تاريخها كله، وعارف يعني ايه معسكرات وفائده المعسكرات، خاصه ان حضرتك رحت في اكتر من دوله اوروبيه سواء سويسرا او المانيا. فعايز اقول لحضرتك ان المعسكر هنا في مدينه برج العرب اكثر من رائع، يعني معسكر نموذجي. يمكن زي ما حضرتك قلت عقب انتهاء مباراه الاسماعيلي على طول الفريق دخل في معسكر مغلق هنا
في فندق الاقامه يعني بالظبط المسافه كابتن هاني من ملعب المباراه للفندق 10 دقائق بالظبط بالاتوبيس. يمكن الفريق كمان كل حاجه متاحه هنا في فندق الاقامه، يمكن على طول اللاعبين بيقوموا الصبح في نفس الكوريدور اللي فيه غرف اللاعبين، موجود المطعم الخاص بالفريق، بعد كده كمان في غرفه المحاضرات برده موجوده في نفس المكان وفي نفس الكوريدور اللي اللاعبين فيه غرفهم، بعد كده اللاعبين بيتحركوا على طول الجيم والملعب جنب بعض داخل الفندق كابتن هاني، يعني تقريبا اللعيبه ما بتتحركش من داخل الفندق غير يعني امطار معدوده. طبعا حضرتك عارف اهميه دوت في ظل ضغط المباريات وتلاحق المباريات، يمكن ما فيش بقى لعيبه بتركب العربيات او بتنتقل من مكان للتاني او حتى العوده للقاهره بقى كده عوده مره اخرى قبل ماتش الاتحاد، فكان قرار اكثر من رائع من الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ. اعتقد ده وفر مناخ كويس جدا للاعبين يستعدوا زي ما حضرتك قلت لمباراه مهمه جدا امام الاتحاد، مباراه بثلاث نقاط اهمين جدا في حسم بطوله الدوري باذن الله. ان شاء الله يكونوا من نصيبنا ويكون الثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي، يبقى بس متبقي للفريق نقطتين باذن الله يكونوا في ماتش الزمالك، وباذن الله النادي الاهلي لقب ال 43. يمكن كابتن هاني الفريق تقريبا كل يوم البرنامج محدد من قبل الجهاز الفني، الفطار 11 صباحا، بعدها على طول بيبقى الغداء الساعه 3، في محاضره فنيه الساعه 5 في غرفه المحاضرات، وبعدها اللعيبه على طول بتتنقل لملعب التدريبات هنا. يعني يمكن امبارح اللعيبه طبعا لعبت بشكل اساسي امام الاسماعيلي، كان تدريب استشفائي في الجيم الموجود داخل الفندق ايضا، بقيه اللاعبين خدوا تمرين قوي جدا. النهارده بقى يمكن حالا من دقائق قليله الفريق اختتم استعداداته خلاص لمباراه الاتحاد، يمكن التدريب ابتدى فيه تمام السابعه، كان في البدايه بعض التدريبات البدنيه ومن بعدها على طول بقى تدريبات الكوره، واختتم مستر كولر التدريب بتقسيمه قويه. يمكن كل اللاعبين ال 24 الموجودين في المعسكر هنا كابتن هاني كانوا كلهم حريصين ان يكونوا باذن الله موجودين في قائمه المباراه بكره ويبداوا باذن الله مع الفريق. بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي الحاله البدنيه والفنيه للاعبين اكثر من رائعه، يتبقى فقط توفيق ربنا وباذن الله بكره الساعه 7 بدايه مباراه الاهلي والاتحاد، وان شاء الله يكون توفيق مع النادي الاهلي وحظ ثلاث نقاط جديده وخطوه هامه جدا في حسم اللقب ال 43. كمل كابتن هاني اتفضل. شكرا ليك محمد، وانت بتاكد لنا وعايز اتاكد منك تاني الحاله البدنيه للعيبه، لان يعني زي ما احنا بنتكلم مباراه تقريبا كل 48 ساعه. يعني الحمد لله طمنا تاني، هل في اي حد اشتكى من اصابه؟ هل حد اشتكى من اجهاد؟ عايز تطمنا كمان على يعني المتابعه الفنيه لكولر وكلامه على مباراه كبيره زي مباراه الاتحاد ومن خلال محاضراته. يعني انت شايف الاجواء، شايف العيون، شايف الانطباعات ازاي عندك في المعسكر؟ اجواء مثاليه زي ما قلت لحضرتك في البدايه كابتن هاني. يمكن مستر كولر بالتحديد حضرتك اتكلمت عنه، الراجل على طول من بعد ماتش الاسماعيلي يمكن بعد العشاء على طول كابتن هاني ماسك اللابتوب بتاعه اتفرج طبعا على مباراه الاهلي والاسماعيلي، وكمان بدا يتابع فريق الاتحاد. يعني 24 ساعه في الفندق تشوف في اي مكان تلاقيه باللابتوب بتاعه بيدرس الفرق اللي هتلاعب النادي الاهلي، بيتفرج كمان اكيد على اداء لاعبتنا. على طول كان في محاضره ثاني يوم على طول اتكلم فيها مع اللاعبين عن اهميه طبعا المباراه. يمكن زي ما بقول لحضرتك كمان يعني المعسكر جه في توقيت مثالي جدا يعني في ظل ضغط المباريات، وكمان بعد كده باذن الله عندك مباراه يوم الخميس هامه جدا امام نادي الزمالك، فكان مهم جدا انك بين ماتش الاتحاد والاسماعيلي انت بتتكلم في 48 ساعه فقط، كان مهم ان احنا نريح في معسكر هنا. يمكن اللاعب الوحيد اللي اشتكى في ماتش الاسماعيلي كان خالد عبد الفتاح، ولكن تاني يوم شارك في التدريبات بشكل عادي جدا. دكتور احمد ابو عبله اكد ان هو بس كان مجرد تقلص في السمنه، ففضل انه ما يكملش اخر 10 دقائق في المباراه، ولكن موجود في التدريبات بيؤدي تمريناته بشكل قوي جدا. كل اللاعبين زي ما قلت لحضرتك المنتظمين في التدريب 24 لاعب حالتهم اكثر من رائعه. المعسكر فات كتير جدا الفريق في مرحله الاستشفاء، خاصه ان كل التسهيلات زي ما قلت لحضرتك موجوده، سواء ملعب تدريب كويس جدا او صاله جيم او كمان كل الوسائل المتاحه، سواء قاعة محاضرات بالفيديو او كمان قاعات منفصله للفريق عن باقي نزلاء الفندق. هام جدا ان شاء الله بعد ما نرجع القاهره كمان هيبقى معاك تقريبا اربع ايام قبل ماتش الزمالك، باذن الله يكون كل اللاعبين في احسن فورمه، وباذن الله بكره زي طبعا معودونا دايما يكون اداء اكثر من رائع، وباذن الله الثلاث نقاط يكونوا من نصيبهم ونطمن كلنا، وباذن الله نفرح كلنا كابتن هاني ان شاء الله بلقب الدوري باذن الله رب العالمين. شكرا ليك يا محمد، شكرا جزيلا، وبنشكرك وان شاء الله زي ما انت بتقول بإذن الله هذه المجهودات تتوج بفوز على نادي كبير زي نادي الاتحاد السكندري. شكرا محمد. كابتن فتحي، عايز أبدأ مع حضرتك في الاستعدادات لمباراة نادي الاتحاد. ما فيش شك كانت مباراة الإسماعيلي مباراة صعبة وقدرنا الحمد لله نكسبها 1-0، ولكن 48 ساعة فقط. مباراة الإسماعيلي كانت يوم الأربع، عندنا الخميس والجمعة وبكرة المباراة. شايف المباراة ازاي على مستوى الفني وعلى الاستعدادات اللي قام بيها كمان كولر من خلال
اقامته هناك ما رجعش بالفريق وفضل في برج العرب استعداد لمباراه الاتحاد. شوف يا كابتن هاني اللي حصل بالنسبه للفرقه دي او ان انت تكسب الاسماعيلي، الغرض من المباريات النهائيه الاربعه الخمسه اللي احنا بنلعب فيهم حتى المؤجلات بتاعتنا ان احنا ننتهي بيهم وتشعر ان انت جمعت النقط اللي هي بتكسبك البطوله، هتلاقي المباراه تلعب يعني مش اللي هي ايه، لا احنا عايزين مكسب ما بفكرش في لعب، انا عايز بوينت ان انا اكسب. طبعا يفضل ان الفرقه تلعب، لكن انا بفكر كل تركيزي ان انا اخد الثلاث نقاط ثلاث نقاط ثلاث نقاط الى ان احصل، لان انا الثلاث نقاط دي عامله لي ضغط. يعني النادي الاسماعيلي انت تفضلت بتقول مباراه صعبه، ما فيش مباراه في الدوري مع النادي الاهلي ما هي صعبه. انا بعتبر جميع مباريات الفرق الثانيه، احنا 18 فريق في 17 فرقه بتلاعب النادي الاهلي، ال 17 فرقه دور اول او دور ثاني هي مباراه صعبه، صعبه لان الدوافع الفرق اللي هتقابلك كلها وقوتها وامكانياتهم وحماسهم، حماس المدرب وحماس اللاعب وحماس اللاعبين وحماس الادارات بتاعه الانديه بيعلى قوي امام بطل افريقيا، لان هو ما بيلعبش النادي الاهلي بس، انت دلوقتي لو بتلعب النادي الاهلي عادي، لكن ده بتلاعب بطل افريقيا، اذا دي بتدي له دوافع اكتر. صحيح. وبيرتفع الفرقه اللي قدامك وتبقى متحمسة، اللاعب عايز يبرز نفسه في آخر الفترة دي لأن العروض والانتقالات والاحتراف والفلوس والكلام ده كله ده بالنسبة للاعبين، المدرب عايز يظهر إن أنا إزاي عملت وتعاملت مع بطل إفريقيا، والإدارة عايزة تقول إزاي أنا وفرت للعيبة. فتخيل إن نادي الاتحاد برضه الحاج محمد مصالحي لا يقل عن النادي الاسماعيلي برئاسته، لا يقل عن نادي فيوتشر برئاسته، كل نادي بيجوا في الفتره دي وبيتلموا، بيتلموا ليه؟ عشان انا هلعب بطل افريقيا. صحيح. للدوافع اللي بقول لحضرتك عليها دي لكل واحد، للاعب، للمدرب، للاداري، لمجلس الاداره، لرئيس النادي، كله بيبقى متحمس ان ازاي العب بطل. مين هو بطل افريقيا؟ النادي الاهلي. فهو لعبهم بهذا الشكل بيخلي دوافعهم عاليه جدا. دي بتيجي مننا كنادي اهلي بقى، مش هتلاعب فرقه وتقول ايه ده ماتش سهل او ان انا هلعب مع الفرقه، لا انا دافع بتاعي الوحيد لهذه المباراه الثلاث نقاط من اجل حصد بطوله الدوري. ده هدف واحد اللي انا بفكر فيه، بفكرش في التاني ومفكرش في اي نتيجه تانيه، لكن هي دي النتيجه الوحيده اللي المدرب بيفكر فيها واللعيبه تفكر فيها وكل الطقم الاداري اللي مع الفرقه، طبي او اداري او كده، كل حماسهم وفوكس على ان احنا ازاي نحصد الثلاث نقاط من اجل بطوله الدوري ان شاء الله. عمرو هسالك سؤال قبل ما نروح لتقرير واستعداد النادي الاهلي لمباراه بكره، سؤال يمكن انا قلته في الانترو، هل في وقت من الاوقات بعض الناس بتشوف ان المباريات المؤجله ده ميزه للفريق؟ انا شايف ان بتبقى مش ميزه، لان انت لما بتاجل لك خمس ست ماتشات وانت بتتكلم او اي حد بيشوف ان النادي الاهلي ناقص له خمس ماتشات هو بيحسب الخمس ماتشات دول ب 15 نقطه اوتوماتيك يعني من غير حتى ما يفكر. بالزبط. وبالتالي بنتكلم على ضغوط على مستوى كل 3 ايام او كل يومين مباراه، والضغوط اللي اتبنت خلال الفتره اللي فاتت من انك عندك عدد كبير من المباريات، تقريبا الناس كلها حسمت لو عدد المباريات سبع مباريات النادي الاهلي عنده 21 نقطه، وبيبدا يحط ال 21 نقطه دول على اللي عند النادي الاهلي ويقول لك النادي الاهلي هياخد الدوري. بالظبط. فدي ضغوطات كمان مختلفه بتيجي من السوشيال ميديا وبتيجي تلقائيا من الناس اللي بتتفرج يعني. بص يا كابتن هاني، الراجل عنده درجه من الذكاء عاليه جدا، وفر على نفسه ان هو يرجع من مباراه اللي فاتت ان مباراه الاسماعيلي ويجي مصر، فكر في اللي عمله قبل كده في مباراه اسوان، خرج مباراه اسوان راح على مباراه السودان وهو متاكد ان هو هيحسم حاجه معينه. في الوقت ده هو قفل على لعيبته وفكر تفكيرين، فكر في ملف انه فقد بونت في مباراه فيوتشر، فقد 2 بونت في مباراه فيوتشر، فقال لك انا عايز اريح نفسي، ما فيش حاجه اسمها البقره بتكر، افوز على الاسماعيلي افكر في الاتحاد، يبقى انا لازم اقفل على لعيبتي، ما اخليش الاجواء اللي حواليهم تبقى مشتتاه غير ان انا اكسب الثلاث نقاط.
كله بيحسبها. الاهلي لو خد من الاربع ماتشات 12 بونت حسم حتى لو باقي الماتشات ما كملتش. دلوقتي احنا الاسبوع ال 31 الاهلي يلعب ال 32 بكره. طب لو كسب يبقى المعدل قل. الراجل دلوقتي عنده 24 لاعب بيهيئهم. احنا كنا بنقول الروتيشن ده من زمان هو بيغير ليه وبيعمل تدوير. هو خلاص دلوقتي هو عايز كله يبقى في كفه واحده، كله صحيح. في مستوى متقارب من بعض. يمكن انا الماتش اللي فات كان عندي لهفه واعجاب غير طبيعي بقفشه، تكالينج ونزول على الارض وبيتزحلق ويقوم بالكوره، ما شفناش الكلام ده. الراجل خلى كله انت بتنافس وروح التنافس من لعيبه النادي الاهلي واحده، الهدف المكسب. كابتن فتحي دلوقتي قال كلمه مهمه قوي، مباراه تكسب ولا تلعب. لا، النادي الاهلي مطلوب منه يكسب ويلعب ويبقى في سكور. الجماهير عايزه كده، عايزه الاداء يبقى بالشكل ده. ممكن اكسب عشان اخد الثلاثة بونت، عشان اوفر الخطا اللي عمله موسيماني قبل كده، ان انا كنت بفكر في افريقيا وما بفكرش في دوري العام، ففقدت بونت واثنين وثلاثه وفقدت حاجه كتيره من عدد النقاط. لا، هو دلوقتي كل ملف وكل مباراه على حده، بيذاكر زي ما اللعيب بيركز في التمرين، بيجي ويجيب اللاب بتاعه ويشتغل ويشوف نقاط القوه في فرقه الاتحاد ونقاط الضعف اللي يشتغل عليها. وعلى فكره كمان خلي بالك، المحاضره بتبقى او بيبقى في محاضرتين، المحاضره بتبقى خاصه بما حدث في مباراه الاسماعيلي، لانه على طول بيقول لك بعد العشاء هو على اللابتوب بتاعه بيتفرج على مباراه الاسماعيلي وبيطلع منها، يعني بيعمل اديت على بعض الاخطاء وبيوريها للعيبه وبيقفل على ده. خلاص بعد ما حللنا مباراه الاسماعيلي الاخطاء الحاجات الايجابيه والسلبيه بيتكلم عليها، وبعدين خلاص بيقفل ومحضر ملف تاني هو ملف مباراه الاتحاد. ملفات كتيره جدا هتكلم مع حضراتكم فيها، لان في نواحي فنيه كمان عايزين نتكلم فيها، الروتيشن اللي بيعمله، هل هيدفع بعناصر جديده او او او. لكن خلينا نروح لتقرير واستعدادات النادي الاهلي للفوز ان شاء الله على نادي الاتحاد في مباراه مرتقبه بكره ان شاء الله. نشوف التقرير ونرجع مع نجومنا في المحترف. اهلا بحضراتكم مره تانية كابتن فتحي. حضرتك عندك خبرات كبيره جدا جدا جدا، واشتغلت في الاداره الفنيه، ويعني عاشرت مدربين كبار، ويعني تاريخ كبير جدا على مستوى الفيفا، على مستوى الانديه، على مستوى الاتحادات. فعايز اخد من خبره حضرتك ديت في اهميه كاركتر او شخصيه المدير الفني، وازاي ان كولر اتعامل في الفترات اللي فاتت رغم كان في ضغوطات كثيره جدا، كيف تعامل مع السوشيال ميديا، كيف تعامل مع اللاعبين وغرفه الملابس، وقد ايه ان غرفه الملابس من العناصر المهمه دلوقتي في الكوره، ان يكون عندك عليها كنترول بشكل كبير جدا علشان يوصل للنجاحات اللي وصلها. اي نجاح يا كابتن هاني للمدرب زي ما تفضلت وقلت، لابد ان تسبقه خبرات المدرب. خبرات في ايه؟ في نمره واحد، قدرته مش ان هو يدرب ويعرف ازاي يباصي، كل الناس بتعرف المدربين كل ده، وتعلم الشوط، كل المدربين بيعملوا الكلام ده. كيفيه السيطره على 25 30 نجم في النادي الاهلي، كل واحد فيهم نجم، مش نجم احنا بننجمه، لكن هو نجم في ادائه ونجم في النادي الاهلي. صحيح. وكل لاعبي النادي الاهلي نجوم، كل لاعبي النادي الاهلي في المنتخبات، سواء الاولمبي، سواء الشباب، سواء الفريق الاول. اذا مجموعه اللاعبين الكبار دول لو ما عندهمش عقليه قياديه تقدر توفق بين المدرب الاول واللاعب، وبعدين المدرب نفسه يوفق بين اللعيبه مع بعض ازاي يربطهم، يبقى بيربط اللعيبه، فهو بيرتبط الاول باللاعبين، بلاعب لاعب خلاص ارتبطوا معاه، بيدرس شخصيه كل لاعب الاول، وعلى اساسها ممكن يحط بقى يعني اسس واستراتيجي عامه على الفريق كله يعني. بالظبط. وانت كمان يعني انت اشتغلت في التدريب ونجحت في التدريب، كنت بتنجح بهذا الاسلوب. صحيح. انك انت بتقول ازاي اسيطر على لعيبتي، فكنت بتسيطر. مدى ان انت سيطرت على الفرقه وسيطرت على غرفه الملابس، وبقى عندك القدره وبالعين بالعين تبص للاعب، يعرف بالظبط انت عايز منه ايه وهو بيقول ايه، رغم اللغه مختلفه، يعني اللغه مش محتاجه ترجمه. صحيح. لكن ممكن ابص لك بعيني خلاص. هتفهم ان انت عملت ايه وما عملتش ايه والكلام ده كله. هذا المدرب طبعا لما جه في الاول كنا كلنا مش كلنا يعني مش كل الناس، في البعض كان متردد لان هو لسه لم يفرض سيطرته على اللعيبه، واللعيبه لسه ما حفظوهوش. اللعيبه دلوقتي وصلوا لمرحله النضج. اني نضج؟ النضج الكروي ماشي، نضج فني ماشي، النضج البدني ماشي، النضج الخططي
ايه هو النضج الخططي ده؟ انهم فهموا الواجبات الخططيه لكولر في داخل الملعب وطريقه اللعب. طريقه اللعب دي بتلعب مين مكان مين، بيشيل اللاعب ده من هنا وبيحط اللاعب، الاله لسه شغاله، الاله ما بتغيرش، مش عايز يغير في طرق اللعب داخل الملعب، لانه بينزل اللاعبين وحافظين الوظائف بتاعتهم اللي هو ممرنهم عليها، فكل لاعب عارف دوره، بيتشال لاعب ينزل فلان ما بتحسش ان في تغيير، هو بيغيره ليه وبيعمل روتيشن ليه؟ للاجهاد العضلي، للاجهاد البدني، على المستوى البدني بالظبط. ايوه، فخايف من الاصابات، هو مش لان النواحي الفنيه قليله او اللي خايف، لا، لو النواحي الفنيه قليله ما يبداوش، لكن هو النواحي البدنيه اللي اتحط فيها مسابقه الدوري عندنا. مسابقه الدوري يا كابتن انك بتبدا يومين، انت بتلعب الخميس وبعدين تاخد جمعه تلعب الاربعاء، تلعب حد او تلعب الاربعاء، يبقى عندك بالظبط يومين اتنين ما تعملش حاجه. انت لسه دلوقتي بتقول بيقعد عم بيفتح اللابتوب بتاعه ويجي اول محاضره يوقف اللعيبه ويقول لهم اخطائكم ايه نظري، لكن ده المفروض يتم عملي. بس امتى هيعملوا عملي؟ ده عنده يوم واحد، يعني عنده يوم استشفى وعنده يوم بيحضر، صحيح. يبقى هيعمل ايه؟ هل يحضر ولا يعمل ولا كده؟ فبيعتمد على اللابتوب، لكن هو لو عنده وقت اكتر هيصلح الاخطاء اللي حصلت في الفرقه داخل الملعب الاول عمليا، لان عاده الشغل العملي ما يتنسيش، صحيح. النظري هو بس اللي بيتنسي، صحيح. كابتن عمرو، لو قلنا ودايما بنقول دايما مباراه النادي الاهلي والاتحاد مباراه صعبه، صعبه على الفريقين، تحليلك الفني ايه صعوبه المباراه بكره امام النادي الاهلي؟ بص يا كابتن هاني، الكولر لما بيدي مساحه للفرقه ان هي تحصل هات وخد من مجريات اللعب بيبقى فيها صعوبه على النادي الاهلي. النادي الاهلي بقاله فتره، يعني احنا بنتكلم في عدد الماتشات 22 مباراه، الراجل بيضغط بيضغط، يعني تضييق الخطوط والضغط، يعني احنا لو شفنا مباراه الاسماعيلي احنا بنتكلم في 35 يارده 21 لاعب، كل 18 دقيقه كانت بتيجي كره للشناوي بيستعمل الليبرو مكان محمد عبد المنعم، اللي هي حاجه مثلا فيها سرعات من الجنب، وراجل بيشتغل ليبرو على مدار 22 مباراه بيضغط ضغط عالي. كم فرقه في الدوري تقدر تستحمل ده؟ تقدر توصل الضغط مراحله قد ايه؟ الاهلي بيشتغل، كابتن فتحي قال كلمه مهمه قوي، المكنه شغاله، الترس اللي بيتشال من المكنه عشان يضاف له ترس اذا اعاده قوه، يعني بيعيد بقوه، بيوفر مجريات للانتاج، انا عايز حد ينزل اللي انتهى منه زميله ويفوق لي اللي موجودين. بتبقى في قفشه، بتبقى في القندوسي، بتبقى في شريف، بتبقى في كهربا، بيستعمل الاطراف اكثر من رائع. تملي جبهات النادي الاهلي ما بين هاني وما بين تاو وما بين علي معلول وعبد القادر او حسين، الراجل خلاص عمل الروتيشن ده لكل واحد ينزل يشتغل ازاي. عند الروتيشن ده برضو اخد رايك فيه، دايما لما بيكون عمليه الروتيشن ممكن جدا الروتيشن، فاهم ان لعيب مكان لعيب، لكن في بعض الاحيان بيبقى فيه صفات شخصيه للاعب نفسه لما بينزل البوزيشن دوت بتحس حاجه متغيره، الفرقه فيها حاجه متغيره، السيستم اتغير، الشكل اتغير. ميزه كولر ان ايا كان مين اللي بيلعب خلاص انت السيستم اللعب بقى واحد، عمليه الاستحواذ بقت واحده، عمليه الضغط زي ما انت بتقول من النادي الاهلي يمكن اكتر الفرق في الدوري اللي بتستحوذ على الكوره في الثلث الاخير او في الثلث الهجومي، ده بناء على خطه معينه. فاللي عايز يعني اللي عايز اوصله لك ان كل لعيب بقى عارف دوره بالظبط زي ما الكابتن فتحي قال، دوره بالظبط في الملعب ايا كان اللعيب ده امكانياته الفنيه ايه. يعني في فروقات مثلا نتكلم ما بين مثلا عبد القادر وحسين، ولكن هذه الفروقات ما بتبانش لصالح الفرقه، يعني بيشتغلوا لصالح الفرقه، الانتاج بتاعهم في صالح الفرقه، وبالتالي بتحس ان محدش اتغير من فريق النادي الاهلي. ياسر ابراهيم يلعب نفس الريتم بالظبط، رامي يلعب متولي، عبد القادر يلعب، عبد المنعم بالظبط، يعني بتبقى في حاجات فرديه ممكن تحصل للفرقات، لكن السيستم كله واحد. بص يا كابتن، انت حضرتك قلت كلمه دلوقتي مهمه جدا، عبد القادر لما بيشتغل كنا نتمنى بنشوف عبد القادر بيشتغل فردي ويوصل لغايه اخر نقطه والفينش نقول ايه التفنيشه مش كامله. مظبوط، دلوقتي بقت العكس، بقى عبد القادر بيعمل دورين، اشتغل كتري واشتغل جماعي واشتغل صانع الالعاب، بقى هو بيقوم بدور قفشه، وقفشه بقى بيقوم بدور ياسر ابراهيم، بعمل تكالينج، الراجل وصل لهم انا عودتكم من اول الموسم كنت بدرسكم وانتم بتدرسوني، دلوقتي
انا بقول لكم هو ده واللي ينزل يشتغل بالاسلوب ده وهتشوفوا الفرق. النادي الاهلي كان الاول الفرقه بتلعب معاه ومجريات نص ملعب ده بيشتغل وبيستحوذ نفس الكلام، لا دلوقتي اربع نقلات وبتتقطع، ثلاث نقلات وبتتقطع، زي ما احنا قلنا جارديولا وهو بيشتغل ما بيديش مساحه او وقت ان الكره تبقى مع الفرقه الثانيه ويبتدي يبني هجماته عليا، لا النادي الاهلي دلوقتي بقى بيشتغل عبد القادر، مجرد انه غير حسين بيعمل اللي عبد القادر عمله واضافه شغله بالزبط. اللي هي بتاعت الشخصيه حاجاته بقى حاجات الفرديه الحاجات بقى الفرديه الخاصه بيه، قفشه بيعمل جزء والقندوسي بيعمل جزء، الجزء اللي هو اللماح بقى اللي بيعمل الحته البصير اللي بيعمل صانع الالعاب بيعمل الثرو باص، شفنا كام لقطه الماتش اللي فات قفشه بيعمل ثرو باص من نص الملعب لشريف وسط اثنين سرد باكين منها شريف ما فكرش عمل اللفه كامله ضربت في القائم في مرمى احمد عادل عبد المنعم. الراجل خلاص حتى الحته بتاعت ياسر، ياسر لو محمد عبد المنعم اللي ماسك انت حضر. انا بتفق معاك لان انت بتتكلم على قفشه، قفشه يعني حتى من في الاستاتيك في ارقامه واكتر واحد في الدوري المصري صنع فرص للاهداف، يعني من الناس اللي بتوصل او بتصنع لزميله فرصه للتهديف، وده مهم جدا يا كابتن. عمليه التنوع ان انت عندك ممكن جدا قفشه يحرز اهداف، كان حمدي فتحي بيحرز اهداف، بتتكلم على عبد المنعم بيحرز اهداف، بتتكلم على عمرو السوليه، بتتكلم على كهربا، بتتكلم على شريف يشد حلو بس معانا شويه، حسين الشحات، بيرسي تاو، يعني دي كمان ميزه كويسه قوي في النادي الاهلي ان هو عنده يعني عنده تنوع في الناس اللي تقدر تهدف. يعني هي بترجع من جماعيه الاداء، يعني النسبه دي اللي هي محطوطه حضرتك كابتن، دي الاكثر صناعه الفرص مؤكده في الدوري، نمرة واحد في الدوري قفشه ب 10 صنع 10 فرص. لسه حضرتك كابتن هاني بتقول اهو، بص يعني الياس جلاسي ده 10 فرص، ابراهيم حسن لاعب الاتحاد 9، زيزو لاعب الزمالك 8، سمير فكري ده لاعب الداخليه 8، صبري الرحيل ده لاعب الاتحاد برضو 8، لكن زي ما بقول لحضراتكم ده كمان مع فارق عدد المباريات المؤجله. ايوه هقول لك ده هو، لا غير المؤجله ده هو كمان ما لعبش ال10 ماتشات، ما لعبش الماتشات كلها، قفشه كمان ما شاركش الماتشات مش كل الماتشات. نسبه 10 دي في عدد المباريات اللي لعبها نسبه عاليه، يمكن لو لعب تقدر عدد الدقائق كمان تقدر بالظبط. طبعا يعني عدد الدقائق اللي لعبها او عدد المباريات اللي لعبهم اقل بكتير من الجلاسه ومن زمايله اللي هم معقولين، يعني المفروض عشان نعمل مقياس صح لده نقول من 100 دقيقه او 200 دقيقه ما نسيبهاش كده نقول في الدوري، لا ده حتى ما احنا بنعقب عليه ان هو مش ده الرقم، ممكن يكون اكتر من كده ان شاء الله. محمد ازيك؟ مساء الخير كابتن، منورنا في المحترف المصري. نور حضرتك. دايما دايما بتسعدنا وبتنورنا. انا عارف انت محضر حاجات كتير قدامنا، يعني بس 8 دقائق 9 دقائق ان شاء الله يعني تكون مفيده للمشاهد. محضر لنا ايه النهارده خاص بالنادي الاهلي ورحلته في الدوري المصري؟ هو سريع يعني، انا لو هنتكلم رقميا مقارنه باخر مباراتين للاهلي بالمباراتين اللي قبلهم يا كابتن هاني، كل اللي ناقص بس هو عنصر التهديف. لو بصينا على المباراتين اللي قبل المباراتين الاخرانيين، يعني بنتكلم على مباراه اسماعيلي وفيوتشر، هو هدف واحد، ولكن من الناحيه الفنيه بقى من ناحيه الكروسات، العرضيات، الاستحواذ، الركنيات، كل ما يتعلق بالامور الفنيه في الملعب، لا ارقام عاليه جدا بتثبت ان الاهلي كان يعني متفوق يعني فنيا على الفرق طبيعي. صحيح متفوق فنيا من الناحيه الهجوميه، من الناحيه الدفاعيه، حتى من ناحيه التحولات من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه والعكس. اما المباراتين اللي قبلهم طبعا بنتكلم عن مباراه الحرس او مباراه البنك، كان في 6 اهداف، كل مباراه خلصت 3-0 لصالح الاهلي، فبنتكلم هو العنصر التهديف هو فقط المقارنه بين في الاربع ماتشات الاخرانيين. لو هنبص سريعا على الارقام في اخر مباراتين عشان نقف بس يعني نوري الناس او نثبت ان فعلا الاهلي كان متفوق في كل الامور الفنيه في ارض الملعب، على سواء كان على الاسماعيلي او كان على فيوتشر. وهنستعرض سريعا مع بعض كابتن هاني الناحيه الفنيه كانت عامله ازاي بالارقام، تمام اتعكست ازاي رقميا، يعني خلينا نبدا باحصائيه اللي انت بتقوله مهم جدا، ودايما الارقام بتدي انطباع، لكن يبقى الرقم الهدف والتسجيل هو الهدف، تسجيل الاهداف يعني هو الرقم الاهم. دي احصائيه مباراه الاهلي والاسماعيلي. صحيح يعني مباراه الاهلي والاسماعيلي هنقف على اول حاجه نتكلم بقى الناحيه الهجوميه، الركنيات 8 للاهلي
مقابل ركنيه واحده للاسماعيلي. حتى التسديدات يا كابتن هاني كان في 16 تسديده من الاهلي، خمسه منهم اون تارجت على المرمى، يعني نسبه 31%. الناحيه الاخرى الاسماعيلي هو اربع تسديدات فقط، واحده منهم على المرمى. لما نتكلم على التسديدات وتعال نصنفها منين، من جوه البوكس، من جوه منطقه صحيح. الجزاء ولا من خارج منطقه الجزاء؟ لا، حلال الاهلي كان جوه منطقه الجزاء بشكل كبير في تسع تسديدات على النادي الاهلي، تسع تسديدات من داخل ال 18 وده خلي بالك رقم كويس، ولكن الوحش فيه انك ما سجلتش بالظبط يعني. والرقم الثاني بتتكلم نادي الاسماعيلي ثلاث تسديدات فقط، وبنتكلم على حتى من خارج منطقه الجزاء في سبع تسديدات للنادي الاهلي من خارج منطقه الجزاء، شفناهم كانوا بيمثلوا ايضا خطوره مقابل اثنين. الاهداف المتوقعه طبعا من كواليتي التسديدات والاستحواذ كواليتي الهجمه نفسها والتسديده نفسها، وضع الزاويه بتاعتها بتورينا ان الاهلي كان لا ده كان المفروض يوصل لأربع أهداف أو أربع أهداف في المباراة. مظبوط مقابل طبعا الإسماعيلي حتى كان لا يلحق تقريبا، ممكن نقول هدف من الفرص صحيح. بالنسبة للفرص الاستحواذ الفرص طبعا كمان عن 15 فرصة، يعني هو احنا بنتكلم نربط بقى الفرص بالأهداف المتوقعة بالتسديدات سواء من خارج ال 18 أو من داخل ال 18 بالاستحواذ بكل ده، كل أرقام إيجابية بتعكس فعلا الأهلي كان متفوق من الناحية الهجومية. حتى لو بصينا ناحية الدفاعية من ناحية الاستخلاص واللي اتكلمنا فيه الحلقات اللي فاتت، ستيل الأهلي هو متفوق فيه. أنا متفق معاك، ولكن يبقى زي ما بقول لك أرقام مهمة، ولكن يبقى الرقم الأكثر تأثيرا هو الهدف، يعني هو الهدف يعني ده بقية الأرقام. حتى من ناحية التمريرات القصيرة الطويلة، العرضيات طبعا لو نقف عليها 17 عرضية للنادي الأهلي، كروسات اتلعبت رقم كبير جدا. ولو هنتكلم طبعا فنيا في الحالات لا برضه هنمر عليها، هنقول ليه الأهلي ما قدرش ان هو يحرز من العدد الكبير جدا للعرضيات، ما عرفش يحرز الأهداف، في عندنا مشاكل فنية محتاجين نشتغل عليها. حتى من ناحية إعادة الكرة الاستخلاص ما كنا بقول لحضرتك، من ناحية الدفاعية كانت قوية جدا، 95 مرة استخلصنا الكرة بشكل قوي، وحتى خسرنا الكرة مش كتير يعني، هم يعني شبه الإسماعيلي، مقارب من الإسماعيلي، خسرت الكرة كانت بنسبة 36 مرة. حتى تصديات الحارس المرمى كابتناني في خمس تصديات، يعني هو خمس تصديات، يعني كان في فرص كتيرة، يعني 15 زي ما بقول لك أرقام دي خلي بال، يعني خلي بالك والسادة المشاهدين ممكن ما يكونش يعرفوا ده، هو المدير الفني لما بيبص على إحصائية دي طبعا أهم حاجة هو الهدف، يعني دايما لما بنتكلم كل ده حطه على جنب كده، لازم على الأقل عندك الفرص ديت وعندك عندك الإمكانية إنك بتوصل وبتعمل أكتر من 15 كروس وعندك 10 تسديدات من داخل ال 18 أو أكتر وعندك فرص كثيرة جدا، فبيجي السؤال اللي دايما بيسأله طب ليه ده ما يترجمش الهدف؟ وهو دوت يعني زي ما بقول لك الرقم الأهم هو الأهداف، وإن شاء الله النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم إن شاء الله قادر الفترة الجاية إنه على التهديف باذن الله بدايه من مباراه بكره. اتفضل يا محمد. صحيح، يعني هو كان ناقص الهدف. لو مرينا سريعا على مباراه فيوتشر، المباراه اللي قبلها، طيب سريعا عشان نقف بس على رقمين، نفس الكلام الركنيات 15، ولو بصينا تحت بسرعه كابتن هاني على الفرص 23 فرصه، يعني انا هنختار بس بعض الارقام كده سريعا. التسديدات خلاص 28 تسديده، قلنا 17 منهم من داخل منطقه الجزاء، ده رقم كمان الكلام. كبير، انت بتتكلم على 17 تسديده من داخل منطقه ال 18، ده رقم كبير جدا. صحيح. في اماكن مميزه يعني تقدر تحقق منها اهداف، يعني صحيح 23 فرصة، كواليتي الفرصة كان عالي جدا، لدرجة ان الارقام بتقول لك الاهداف المتوقعة كان الاهلي كان ممكن يحرز خمس اهداف، المباراة انتهت 0-0، فيعني الارقام خادعة ممكن، ولكن هي بتوريك قد ايه الاهلي كان متفوق في كل النواحي الفنية سواء الهجومية او الدفاعية. يعني سريعا لو يعني نخش سريعا على الشكل يعني التمريرات والشكل حتى الدفاعي من مراوغات العرضيات، عايز اقف برضه هنا عند العرضيات، 31 عرضية للاهلي 8 منهم صحيحة بنسبة 26%. نفس الكلام لو بصينا في ماتش الاسماعيلي ماتش فيوتشر، عندك عرضيات كروسات كتيرة جدا، ركنيات كتيرة جدا، ده بقى اللي بقول لك عليه المدير الفني بقى بيشتغل على الجزئية دي. طب العرضيات دي ما جاتش جوال ليه؟ اول حاجه العرضيات لازم تكون اكوريت، يعني ممكن تكون لازم توصل للاعب المستلم اللي يعني سواء كان مهاجم او ويترجم دوت لهدف، اذا كان بقى برجليه او بدماغه ايا كان، فالعرضيات مهمه انها توصل في مكان مناسب في توقيت مناسب وتستغل عن طريق المهاجم او ايا كان القادمون من الخلف زي ما بيقولوا. صحيح، يعني هو دوت كل الارقام ديت في اخر مباراتين بتورينا هو كان ناقص هي عمليه السكورنج او احراز الاهداف. تمام. ولكن كابتن هاني حته او حاجه مهمه جدا حضرتك قلتها دي بقى لو حبينا نبص عليها في الملعب،
طبعا ما زال طبعا مستر كولر بيشتغل على الناحيه البدنيه بشكل كبير جدا. حضراتكم قلتوا من الضغط العالي, احنا دايما وعرضنا للحلقات السابقه والنهارده هنعرض برضو من اخر مباريتين ازاي الاهلي بيضغط الضغط المزدوج باثنين لعيبه في كل مكان, الضغط العالي قوي جدا, ده بيعكس طبعا الحاله البدنيه عند اللاعبين يعني شكل قوي جدا. بنتكلم كان ناقصنا في العرضيات والكروسات او الركنيات الكتيره جدا اللي احنا شفناها هو عمليه احراز الهدف, وكان اسبابها من الناحيه الفنيه طبعا عدم تواجد يعني للزياده الهجوميه لنا في منطقه الجزاء ما كانتش كتيره. في بعض الاوقات كنا نلاقي كهربا لوحده او شريف لوحده, حتى تاولا لما كان بيزيد برضو قصير ما كانش الالتحامات الهوائيه بتساعده بشكل كبير جدا ان نترجم كل الكروسات او كل الركنيات ديت لاهداف. ممكن نبص سريعا لو يعني في وقت ان احنا نبص على المباراة غدا, مباراة الاتحاد. صحيح الاتحاد مهم جدا. قبل ما نخش على الحالات الفنية, الاتحاد طبعا فريق قوي يعني عايزين نتكلم عنده بعض الحاجات الرقمية مهمة جدا. هنقارن دي مقارنة سريعة ما بين الأهلي والاتحاد هذا الموسم من ناحية النقاط, طبعا 78 نقطة المركز الأول الصدارة, الاتحاد 42 نقطة السابع, عدد المباريات اقل زي ما احنا عارفين عندنا 6 مباريات ما زالت 28 امام 31, الفوز للاهلي 22 ولا خساره و6 تعادلات, اما الفوز للاتحاد في 12 فوز فقط و13 خساره و6 تعادلات, يعني هو طبعا من اضعف الفرق على مستوى الدفاع, حتى استقبل 37 هدف داخل مرمى واحرز 35 هدف, اما الاهلي اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع, اقوى خط هجوم طبعا 52 هدف واستقبل 7 اهداف. نفس الكلام لما نتكلم على الشباك النظيفه الكلين شيتس, الاهلي طبعا بيمتاز خط اقوى خط دفاع 21 مره شباك نظيفه مقابل 11, حتى على مستوى الصناعه 32 للاهلي 20 للاتحاد. انا عايز اقف هنا بقى عند على الصناعه والتمريرات المفتاحيه او صناعه الفرص يا كابتن عند الاتحاد, علشان مباراه بكره من هنا بناخد من الارقام. لا الاتحاد على فكره بيوصل عنده بلاس كتير, عنده صحيح. حاجات ممكن يستغلها بشكل لو عدم تركيز لا قدر الله مننا ممكن يستغل. انت يعني في رقم قدامي التسديدات الناجحه لاحراز اهداف, لاحراز هدف عنده اكتر من النادي الاهلي يعني مظبوط. يعني هو عنده دلوقتي لو بنرجع على التسديدات ديت بنتكلم من كل 10 تسديدات ممكن يحرز هدف, يعني هو محتاج ان هو ليه, لان هو بيصنع فرص كتيره جدا والتمريرات المفتاحيه اللي بتودي لعيبته على المرمى خطيره جدا وكتيره جدا حتى بالمقاربه بالنادي الاهلي. صحيح. هو ناقصه برضه هو صناعه الاهداف, ولكن انا بتكلم يعني 37 هدف لو نرجع كده بسرعه نتكلم, هم احرزوا 32 او 37 هدف هذا الموسم. ادي يا كابتن التسديدات الناجحه لاحراز هدف, احنا بنتكلم الاهلي كل طبعا ثلاثه بيحرز هدف الناجحه اللي هي الاكرت او الدقيقه, حتى الناحيه الثانيه الاتحاد مقارب بين قد يفوق على الاهلي. دي من الارقام اللي بياخدها مثلا المدير الفني يقول لك هذا الفريق ممكن جدا ما يكونش عنده مثلا عرضيات كتير, ولكن الانتاج بتاعه في التسديدات, وبالتالي ممكن يبقى فيه يركزوا شويه يا جماعه, لا يبقى فيه بلوكات كويسه او يبقى فيه عملية الضغط على الخصم من حوالين ال 18 لأنهم عندهم قدرة على التسديد من خارج ال 18 بشكل كويس. وده اللي بيقول عليه هنا المفتاح اللعب عندهم اللي هو هداف الدوري المصري حاليا ب 16 هدف من مبلولو, يعني 16 هدف يا كابتن هاني, لاعب مميز جدا مهاجم. في أهداف كثيرة من تسديدات خارج ال 18 وفي تسديد. أنا جايب أرقام مبلولو حتى عشان أوضح حضرتك عليك عشان برضو معدل التهديف عنده بالدقايق, يعني أنا عايز أقول إن هو لعب 30 مباراة جاب 16 هدف احنا اتاكدنا من في الدوري المصري. اوكي. معدل التهديف عنده يعني كل 119 دقيقه بيجيب هدف, يعني صناعه الاهداف عنده حتى على مستوى الصناعه بيصنع هدفين, اهو التمريرات مفتاح 17, يعني هو بيساهم حتى في ان هو يوصل زمايله للمرمى. ده رقم لا باس بيه كبير جدا. صناعه الفرص حتى 19, يعني خساره الفرص المحققه ان هو حتى يخش على المرمى خمس فرص محققه هو ضيعهم امام المرمى. معدل التحويل يعني كونفرجن عنده يعني ان هو من 24% من الفرص اللي بتجيله بيحرز اهداف بنسبه يعني, نسبه 24% كل 24 الفرص اللي بيجيله بيحرز منها اهداف هدف, يعني نسبه كويسه جدا لا باس بها. طبعا اهداف من داخل منطقه الجزاء, من جوه منطقه الجزاء جاب 14 هدف, احنا بنتكلم في 16 هدف دلوقتي, في 51 فرصه كانت او هجمه جاب منهم 14, يعني هو سجل 16 هدف منهم 14 هدف من جوه ال 18 مظبوط, واثنين من خارج اهو, اثنين من خارج منطقه الجزاء, وبالهيدنج او باللعب الراس سجل 4 اهداف من ال 16, بيلعب براسه, بيلعب بقى برجله اليمنى واليسرى. ده برضو بقى دي ميزه كمان, او يعني كمان المدافعين بتوعنا يخلي بالهم, لان ساعات بيبقى اللاعب الاشول بيبقى فيه بوزيشن بيقف بشكل معين, لكن الراجل كمان بيلعب برجليه اليمين والشمال بشكل كويس.
مظبوط، حتى يعني التسديدات على المرمى، تسديدات النجاح، عدد تسديدات لاحراز اهداف زي ما بنقول، يعني بيحتاج اربع تسديدات عشان يحرز منهم هدف، من كل اربع تسديدات بيحرز منهم هدف، ده عموما لو حتى تسديده ناجحه من بيحتاج منهم اثنين ان هو يحرز منهم هدف، ده نسبه عاليه جدا ونسبه صحيح. الارقام حتى الاهداف المتوقعه بالنسبه لمبلول، وفي كلام ان هو ممكن ما يشاركش بكره، ولكن حتى لو ما شاركش بكره احنا بنتكلم على نسبه التهديف عند الاتحاد، بنتكلم في 32 33 هدف اللي عرضناها من شويه، 16 هدف منهم يعني تقريبا 50 يعني توصل 45 50% من عدد الاهداف المجمله للاتحاد احرزهم فقط هذا اللاعب مبلولو، يعني فده لاعب بيلعب 4 2 3 1 بالاعتماد عليه، دايما اللعيبه كلها بتخدم عليه، بتبصي له الكوره، طريقه لعبهم معروفه، هو طبعا بيلعب بالتكتلات الدفاعيه، ولكن هم من على الناحيه الدفاعيه ضعيفه، يعني محتاجين طبعا ان احنا نركز اكتر عشان نترجم كل الفرص اللي احنا عرضناها والكروسات والاستحواذ لاهداف. والله باز الحقيقه احصائيات جميله جدا وتحليل اكتر من رائع لمباراه امبارح، وكمان انت بتاكد النادي الاهلي كمان خلال الفتره اللي فاتت كان في تفوق على النواحي الهجوميه، لكن في بعض المباريات ينقصنا الهدف، يمكن الناس اتعودت على رقم 3-0، ولكن متغيرات كثيره جدا في كره القدم، مش كل اكيد مباراه تقدر تكسبها 3-0. باز بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا يا كابتن هاني، وكل التوفيق طبعا للاهلي ان شاء الله. ان شاء الله شكرا جزيلا. نروح لفاصل سريع ونرجع مع ضيوفنا الكبار الكابتن فتحي نصير والكابتن عمرو الحديد. اهلا بحضراتكم مره تانية كابتن فتحي كابتن عمرو، ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا بكره مباراه الاتحاد زي ما اتكلمنا، ويمكن الباز شرح بعض النقاط كده انها مباراه مش سهله طبعا على مستوى فريق كبير زي فريق الاتحاد، لان احنا ان شاء الله قادرين باذن الله ان احنا نحقق الفوز. عايز اتكلم مع حضراتكم على المنتخب الاولمبي، صعودنا للمره التانية على التوالي بعد طبعا صعودنا لطوكيو مع الكابتن شوقي غريب، ميكالي والكتيبة المصرية تصل لباريس 2024 يا كابتن. يعني أوروبا دي بتفكرنا ب 2012 لندن صعدنا صحيح. وكنت أنت مدير فني لهذا الفريق وجمعت مجموعة لعيبة وعملنا ماتشات هناك، يعني فعلا كانت مميزة، وسوء توفيق بس هو اللي يعني الحقيقة عملنا ماتشات كويسة جدا، كنا لعبنا البرازيل طبعا كانت أول مباراة لينا، وكان كانت مباراة اكيد مباراه صعبه، لكن الحمد لله عملنا شكل كويس قوي، غلبنا 3-2 يعني بالعافيه، وكان عندهم نجوم كبار زي نيمار ودياجو سيلفا ومارسيليو وهالك يعني كان مجموعه كويسه، ولكن الاولاد كانوا على مستوى المسؤوليه الحقيقه. ربنا يسهل ان شاء الله فرقتنا بكره باذن الله قادره، وهي هي الفريق المصري عاده يا كابتن هاني انت او تعودنا المباريات الفرديه في المنتخبات بتبقى ضعيفه، اللعيب ما اما الفريق لما بيندمج وبيقعد مع بعضه اسبوع التدرج في المباريات ويقعد مثلا في معسكر مثلا 10 15 20 يوم ويتجمعوا شكل الفرقه بيتغير واداء اللعيبه بيتغير والحماس بتاعتهم والروح القتاليه والتصميم والارتباط والالتصاق مع المدرب والفهم دي بتدي قوه في مخزون بدني داخلي ده مش من التمرين ولا من اي حاجه، ده بيستنفره اللاعب لما بتيجي ظروف معينه ان هي تطلع، يبقى طاقه مقنونه جواه ما تطلعش في اي وقت وما تطلعش في كل مباراه، لكن لما بيتجمعوا اللعيبه المصريين وبيحسوا ان نفسهم بيلعبوا بره مصر وبالحماس وبالكلام ده انا قادر، يعني الماتشات اللي هم بداوا فيها دي قادرين ان شاء الله باذن الله انهم يصعدوا، هم صعدوا خلاص، لكن النهائي مع المغرب فريق محترم، فريق تعبان. بالمناسبه يا كابتن المغرب يمكن فريق الاعداد محضر لنا انفوجراف كده على فريق المغرب اكثر قيمه تسويقيه على مستوى كل المنتخبات، وفريق قوي جدا، لو محضرين ده نشوف المنتخب المغربي ازاي من القيمه التسويقيه في هذه البطوله الكبيره، ويمكن زي ما بقول لحضراتكم 25 السكواد 25 لعيب منهم اعتقد 3 او 4 لعيبه بس بيلعبوا في الدوري المحلي، وباقي كل اللاعبين على مستوى الدوريات الاوروبيه.
عمرو لفت نظرك ايه وخد عينك ايه في الـ في الـ في الفيديو ده؟ كابتن انت قايل الكلام ده من شهرين ان وليد الرجراجي مجهز كم من اللعيبه اللي موجوده طبعاً. العكس اللي شفناهم في كاس العالم هيبقوا موجودين. احنا بنتكلم في 20 لعيب محترف. الزلزالي بتاع برشلونه ثلاث لعيبه محليين او اربع لعيبه وباقي اللعيبه كلها محترفه. دي مدرسه جديده بيطرح بيها عصام الشريعي اسلوب جديد للكره المغربيه بالربط مع وليد الرجراجي او فوز الاقشع اللي هي التوامه اللي بتربط ما بين المنتخب الكبير والمنتخب الاولمبي. اللي احنا شايفينه الكابتن فتحي قال كلمه مهمه، اما بنتحط في ضغوط بيظهر معدن لعيبه الكره المصريه، اما بتتحط مع اسماء وبتحسب لها وبتركز وبتكتب مع نفسك، انت بتذاكر مش لازم اكتب بورقه وقلم، بذاكر جوه نفسي انا هلعب على مين، اذا كان حسام عبد المجيد بيفكر في زلزولي او ايا كان من اللعيبه انت بتفكر في ده، لازم ايجابيتك بتوصل انك انت كنت بتاخد من المباراه. ميكيلي كان بيفكر في حاجتين يا كابتن هاني، ازاي اوصل وبعدين ازاي اوصل للمباراه النهائيه ليها اسلوب تاني في اللعب، ازاي اوصل بس الاول اعدي فرقه غينيا واكسب واوصل للي انا عايزه. التراكم بتاع اداء اللعيبه بتاعه المنتخب كانوا بقالهم فتره كتيره جدا مش موجودين مع بعض، حتى اشتراكاتهم في الانديه موجودين في الدوري المصري هتلاقي اربع او خمس لعيبه بكتير بيلعبوا على مراحل، بره حسام عبد المجيد بره اسماء موجوده، بره ابراهيم عادل، بره صابر، بره محمد فتحي شحاته قصدي، كل اللي موجودين او احمد عيد نفس الكلام بالنسبه لحراسه المرمى، هتلاقي نفسك اللي موجودين التراكم من الاداء اللي جاي احنا الناس ما كانتش محبزه يا ترى هناخد من دوت لان احنا يمكن الفريق الوحيد اللي يوصل للمباراه النهائيه بدون بشباك نظيفه بالزبط. لاول مره في تاريخ البطوله بتصل لاربع مباريات من غير ما يخش فيك هدف. طبعا حمزه علاء عامل اداء اكتر من رائع. المقارنه اللي قدامنا دي يا كابتن يعني هو تقريبا مقارنه متقاربه شويه، ولكن هنيجي الاهداف المحرزه. مصر احرزت اربع اهداف مقابل المغرب احرزت 10، فده رقم ممكن نقف عنده، لكن كل الارقام تقريبا متساويه. وزي ما بيقول عمرو عندهم عدد كبير من اللعيبه المحترفه، يعني الزلزولي ده يلعب في برشلونه. كابتن هاني استاذنك انت وكابتن عمرو اتفضل. المقارنه دي كويسه لكن انا هنظر من مقارنه تانية برضو شفناها هنا. فريق المغرب 24 4 لاعبين لعبوا في الدوري المحلي وال20 في الدوري الاوروبي. مظبوط. لعبتنا 4 لعبوا في الدوري و20 ما يلعبوش في حاجه خالص. ما لعبوش في الدوري. ما لعبوش حتى مع اعلى مستوى فرقهم يعني بيلعبوا في مستوى. برافو عليك يا كابتن. ايوه يعني كابتن فتح عمل احصائيه. ايوه يعني ال20 بتوعهم بيلعبوا في اوروبا واحنا ال20 بتوعنا ما بيلعبوش اصلا في الدوري. والاربعه اللي في الدوري عندنا لعبوا وهم عندهم اربعه لعبوا في الدوري. اما ال20 بتوعهم التانيين لعبوا في اوروبا واحنا ال20 ما لعبوناش في اي حد. اذا انت دلوقتي مش بتلاعب الدوري يعني الدوري المصري بيلاعب دوري الاوروبي. نفترض ان هم لعبوا، لا مش كلهم بيلعبوا كمان، نفترض ان بيلعبوا كلهم يبقى الدوري المصري بيلعب الدوري الاوروبي. شوف الدوري الاوروبي. ايوه لان كل اللعيبه والله بص يا كابتن هو حضرتك عندك حق في النقطه دي، ويمكن احنا هنا في شاشه قناه النادي الاهلي يمكن اعتمدوا بشكل كبير جدا على الولاد المغاربه المولودين في 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 بلاد اوروبيه. يعني الزلزولي هو اصلا مغربي واتولد في اسبانيا، وبالتالي زي ما بنتكلم هنا الملف اللي اتكلمنا عليه ان اللعيبه ديت لازم يكون عندنا تواصل. مصريين من اصول مصريه اتولدوا في المانيا وبلجيكا والسويد والنرويج وايطاليا، وقدمنا ملفات كثيره جدا لازم نتواصل مع الناس ديت عشان يجي عندنا الوقت ان يكون منتخبنا الاولمبي او منتخب الشباب عندنا اكتر من 30 او 25 لعيب بيلعب على مستوى اوروبا. لكن هي اللي هيفرق بقى معانا فايت سبيريت او الروح القتاليه. الروح القتاليه صحيح. في هذه المباراه لها دور صحيح. وزي ما انت عارف يا كابتن هاني يا كابتن عم في كاس العالم ما بيعملوا احصائيه وبيلاقوا ليه الفرق وصلت النهائي، ليه الفرقتين دول وصلوا نهائي. طب ما هو ده بعدين لما بيوصلوا نهائي ليه فرقه بتكسب، ولازم فرقه هتكسب. ده الكلام ده على مدار بطولات كاس العالم من 90 ايطاليا الى قطر 2022. كل التوفيق لمنتخبنا كابتن، كلنا نتمنى ان شاء الله. هي مباراه صعبه وامام المنتخب المغربي، لكن كلنا يعني عندنا ثقه في اولادنا وان شاء الله بنبارك لهم على البطوله ان شاء الله، وطبعا التاهل لاولمبياد باريس 2024. كابتن فتحي بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا عمور، نورتنا كالعاده وشرفتنا ومتالق دايما يا عمرو. ربنا يخليك يا ابو الكباتن، ربنا يكرمك.
فاصل سريع، بعد الفاصل نستقبل كابتننا ناصر عباس في فقرة تحكيمية معانا هنا في المحترف. اهلا بحضراتكم، يمكن في اهم فقره يوم الجمعه هنا في المحترف الفقره التحكيميه، وزي ما دايما ما بنقول في على شاشه قناه النادي الاهلي دايما دايما وابدا ان النادي الاهلي وشاشه قناه النادي الاهلي دايما بندعم التحكيم وواقفين في ظهره بشكل كبير جدا، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نحسن العمليه في عمليه التحكيم. وعشان كده دايما نجمنا النهارده والدائم معانا في المحترف كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي دايما بيقول يا جماعة احنا ما بننتقدش، احنا بنحاول نوصل معلومة او بنحاول نعلم جزء من يعني خبراتنا الكبيرة جدا، وهو طبعا عنده خبرات كثيرة جدا جدا ودايما بينورنا ويشرفنا هنا في قناة النادي الاهلي وفي المحترف. كابتن ناصر مساء الفل على حضرتك. مساء الخير يا كابتن هاني، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان. بحييك طبعا على المقدمة المحترمة اللي انت قلتها ديت، وزي ما يعني حضرتك قلت باكد على كلامك ان هنا في قناه النادي الاهلي سياستنا ان احنا دايما بنبحث عن التطوير، ما بنخرجش خارج عن النص، ولكن احنا مع الحكام بنشوف ايه المفروض نعمله للحكام من تطوير اداء التحكيمي، بندي ثقافه تحكيميه للكل، وده هدفنا. وده انا عاوز اقوله للكل، يعني احنا الحمد لله معنا النهارده حالات تحكيميه كابتن هاني جميله جدا جدا خاصه بقانون كره القدم. مهم يا كابتن، حضرتك كمان كنت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، عمليه ان انا بنقض حجم مش بغرض ان انا عايز اقضي عليه، انا بالزبط. بغرض ان عايز احسن مستواه، احسن اداؤه، الرساله توصل له بشكل افضل، فممكن ياخد هذه المعلومه ويطور من نفسه بالزبط. ما فيش شك بشكل بالزبط. اكبر يعني بالظبط. كان كابتن النهارده عندنا الفتره الاخيره كان عندنا الجوله 32 صحيح، ومباراه من دور ال 16 ودور الثمانية، وكان عندنا كاس الرابطه، فاحنا جايبين الحاله التحكيميه الاول وهنختار في النهايه افضل، يعني هم افضل في افضل تاني، لكن احنا مختارين اربع حكام، افضل حكم ساحه، افضل حكم مساعد واحد واثنين، وافضل حكم فار. خلينا نروح للحالات التحكيميه. يلا بينا. معنا اول حاله كابتن هنا نشوفها لمباراه فاركو امبي. لا هنا الغندور، هنا الغندور ماشي. لا احنا ماشي الاهلي واسماعيلي. حالة جميلة جدا جدا، واحنا كنا بنتكلم في كنا كابتن هاني محمد. نرجع تاني بس كده، انا عاوز اوضح حاجة مهمة جدا، خلي بالك من اللاعب سيرجي اللي هو لاعب الاسماعيلي. كابتن هو فين الوقت؟ ستوب. نرجع تاني بس نتقدم شوية. نتقدم شوية كمان قدام. أيوة قدام أيوة قدام أيوة قدام أيوة, 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 أيوة هنا هنا تمام. هنمشي شوية ونشوف هنا اللاعب هيعمل ايه يا كابتن هاني، خلي بالك بقى ونمشي. يلا خلينا نمشي بالكره ونشوف. هو خارج ميدان اللعبه يا كابتن. السؤال نقف السؤال، ودي حاجه بنقولها للاعبين مدربين بندي ثقافه تحكيميه، هل اللاعب اللي خارج ميدان اللعب ده انا حاسبه ان هو مغطي تسلل، ولا انا كحكم مساعد بشيله من حساباتي؟ ده السؤال. ده سؤال مهم جدا جدا جدا. طيب كابتن هاني، هنا اللاعب ده خارج ميدان اللعب، القانون قال ايه؟ في الاول كان اللاعب دوت اللعيبه بتاعه زي ما انت عارف، انت كنت مدافع، لما بيلاقي نفسه مغطي التسلل بحاول اخرج بره الملعب، بيخرج بالظبط، ما كانش حد بيحاسبه. النهارده القانون قال ايه؟ حتى لو اللاعب ده خرج حتى عند لوحه الاعلانات اللي ورا دي، هو مغطي التسلل طالما الهجوم ما زال حتى الان مستمر، امتى انا بشيله من حساباتك كحكم مساعد؟ خلاص بقول خلاص من دوت هو خارج من اللعبه، ما حاسبوش بقى. لما الهجمه دي بتنتهي تماما او الحكم يصفر او الكره بتتنقل في منتصف النص ملعب الثاني، يبقى الخطوره هنا انتهت. ولكن هو النهارده خارج ميدان اللعب، انا ما زال حتى الان هو مغطي التسلل. خلينا نروح ليه نكمل ونشوف ايه اللي هيحصل. هو بعد ما جت جون هو نزل الملعب، هنا الحكم مساعد، هنا اخر تاني مدافع هنا بالنسبه له، هنشوف هيبقى مين، حارس المرمى تمام. وهنا الكرة جاية، بص يا كابتن، من الخلف للأمام، هدف صحيح 100%، وبنوصل رسالة إن اللاعب اللي بيخرج بره ده يا جماعة خلي بالكم ده مغطي تسلل. طب الكلام ده مش واصل للناس الموجودة؟ هقول لك على مفاجأة كابتن يعني، أنا هقول لك على مفاجأة كابتن يعني. أنا مرة رحت عندنا الرخص بتتاخد، بيبقى في حاجة اسمها فقرة للتحكيم، فرحت حضرت بعض المدربين. أنا لقيت مفاجأة للأسف
ان 90% من المدربين اللي موجودين كنت بدي القانون لا يعني هم بعيد تماما، يعني انا بتكلم حتى باسلوب مهذب، بعيدين تماما عن القانون تماما تماما. فعاوز اقول ان القانون ده انت كمدرب بتستفيد بيه في شغلك طبعا، في شغلك كمدرب، وازاي بتحفظ اللاعب وازاي بتعرف اللاعب ثقافه التحكيم. واللعيبه كمان خلي بالك، ده اللعيبه لازم يكون عندها دوت يعني كمان الموضوع انك المدربين لازم يكونوا عارفين بحكم عملهم، لكن بالزبط. كمان لازم اللعيبه كمان نفسها تكون عارفه القانون بالزبط. ولا اللاعب ده ما كانش عمل كده يعني بالزبط. لو عارف ما كانش عمل كده يعني. يعني حد مثال في ماتش الاهلي منتخب السويس، حارس المرمى ركله مرمى شناوي اتلعبت راحت لحسين الشحات، ركله المرمى ما بيجيش منها تسلل طبعا، ولا ركله مرمى ولا رمية التماس ولا الركنيه، المساعد رفع ما كانش بيركز والحكم صفر، مين اللي يروح يقول للحكم تخيل ان ركله المرمى ما فيش فيها تسلل؟ حسين الشحات، ياسر، الكابتن سعد حفيظ. دي حاله من ضمن الحاجات اللعيبه احيانا بتبقى فاهمه القانون احيانا صحيح. وبعض منهم، ولكن التحكيم احيانا لابد ان يكون مركز. الحاله اللي بعد كده اتفضل يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف واحنا ماشيين. انا بشوف تحركات الحكم هنا محمد احمد عباس مايو. شوف يا كابتن هرجع تاني معلش سامحني. بص هو هنا الهجمه كانت مع فريق فاركو، هو خد البوزيشن بتاعه وراح فين يا كابتن هاني؟ على الدايره عشان يحضر حاله للهجمه. وبعدين ايه اللي حصل النهارده نشوف، ودي بنديها للحكام تحركات الحكام ازاي تتحرك وازاي عندك توقع وقراءه طرق واساليب لعب الفريقين. هنا التحضير شغال اهو، التحضير شغال، وبعدين هنا هو بياخد التمركز. هنمشي هنا حصل ايه يا كابتن؟ ضغط على اللاعب المدافع وتم استخلاص الكره، هو انا اشار بان هنا مفيش مخالفه. نمشي ونشوف ايه اللي حصل. راحت مره واحده اتعملت وبعدين هدف. انا هنا جايب الحاله ديت ليه؟ انا بودي التحكيم في حاجه مهمه جدا او الحكام، ان اللاعب حتى الحكم لما بيكون في نص ملعب الخصوم فبيجي هنا لما بيلاقي هنا في ضغط لابد ان هو يجري، وهو ده اللي عمله محمد احمد عباس لما لقى الكره اتقطعت شكله عمل سبرنت. ده حكم كان لعب كوره على فكره، لعب ولعب في انديه على اعلى مستوى. محمد احمد عباس عمل مباراه نموذجيه، وده حكم من حكام الشباب. وده السؤال، احنا كلنا مع حكام الشباب ولجنه الحكام طالما في حكم كويس نديله ونوقف معاه. هو عمل مباراه كويسه، محمود وافى كمان في هذه الفتره عمل مباراه كويسه. ان انا النهارده حاله من حالات التعليميه ازاي تتحرك فيه لما يحصل ضغط على التحضير والهجمه تروح ليه. ودي كمان هتبان هنا السبرنت اكتر، هو حتى هنا كمان ما حسبش مخالفه. انت عارف لو حكم خفيف شويه كان حسب مخالفه وخلص، ولكن خلينا نقول هو خلى اللعبه تواصل وهنا ما كانش فيه مخالفه. بص يا كابتن هنا استخلاص، اللاعب خد الكوره وبالتالي هنا هجمه وهدف صحيح. الحاله بعد كده جميل، شوف هنا، نشوف هنا حاله تعليميه طبقا للقانون تاني من هذه الزاويه يا كابتن، من هذه الزاويه. الله عليك، هنا مفيش تسلل، مفيش تسلل طبعا. تمام ستوب، هرجع ورا، انا عاوز بس نحظر ارتكاب المخالفه. كابتن هاني انت كراجل مهاجم عندك فرصه تجيب هدف ولا مفيش؟ انت رايح خلاص اهو. لا يعني عندي فرصه هدف طبعا، هدف طبعا مفيش فيها كلام. هنا حصل دفع، نشوف هنا الدفع هنا وركله الجزاء واضحه وصريحه. انا هنا المفروض طبقا للقانون انا كحكم لما بحسب مخالفه ركله جزاء لابد ان يكون في بطاقه حمراء. ليه؟ لمنع تسجيل فرصه محققه. هنا الدفع موجود، عارف لو المدافع دوت في تنافس على الكره، في تنافس في تنافس بتنزل البطاقه من حمراء لصفر، انما هنا الدفع او الشد او المسك البطاقه حمراء مباشره. هنا الحكم احتسب مفيش مشكله المخالفه الفنيه، ولكن هنا فين العقوبه الانضباطيه؟ هو هنا الحكم ما اداش ولا انذار. طب اقول لك حاجه، يعني واحد طبعا من يعني زملائنا في الاعداد قال لي طب يعني هو خلاص هو رايح واداله ضربه جزاء، يبقى كمان موت وخراب ديار يبقى ضربه جزاء وكارت احمر. هل ده بيجي في تفكير الحكم؟ بص. يعني ممكن في وقت من الاوقات يقول لك خلاص انا اديتك ضربه جزاء وبالتالي مش هديك كارت احمر؟ احنا عندنا القانون يا كابتن هاني واحنا بنمشي بالقانون. هو القانون قال ايه في مثل هذه الحالات؟ في مثل هذه الحالات لو في تنافس على الكره، يعني انت كمدافع هتلعب الكره وحصلت المخالفه، البطاقه بتنزل من الحمراء للصفر، يبقى عندك نيه تنافس. ولكن الدفع مفيش تنافس، انت دفعت هنا ما عندكش نيه انك انت تلعب، انت ورا اللعيب الشد او المسك مظبوط. وهنا القانون كان واضح، هنا بنشوف الحكم هنا احتسب تمام، وبعدين راح ما اداش ولا بطاقه صفراء ولا حمراء. لا خلينا بقى لقطه الفار، كان هنا عندنا لقطه الفار، لقطه كانت مهمه جدا جدا.
الفار لما استدعاه كابتن هاني قال له لا هنا في فرصه محققه لابد ان يكون فيها قطعه. يعني لقطه الانذار والكارت ده هو طلع على فكره اصفر وبعدين احمر ده بعد ما شاف الفار. بعد ما راح الفار هو رجع ادى اصفر. لا انا مش هدي اصفر هو لا كان عنده كارت. لا يا كابتن انا هنا لابد ان انا ارجع بالحمراء مباشره. دي مفيش فيها فصال يا كابتن ولا تقدير ولا 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 ولا. والفار لما جابك يا حكم جابك عشان تدي البطاقه الحمراء. دي حاله مهمه جدا من الحالات اللي احنا اعتقد برضو مش من يعني مش ولا اولويه للفار ان هو اصفر واحمر ولا الفار يقول له على احمر بس. الفار بيجيب يقول له دي فرصه محققه تعالى شوفها تستحق كارت تستحق البطاقه الحمراء. مفيش فيها فصال. ليه فرصه محققه يا كابتن؟ هي المعايير بتاعتها كده. اللاعب مواجه تجاه العام تمام تمركز المدافعين مفيش. وبالتالي هنا انا بقول لبسيوني هو كان عنده انذار على فكره اللاعب اديت له اصفر في الاحمر. لا ادي له الاحمر مباشره ان احنا بنطبق القانون وبنعلم الحكام الصغيرين. صحيح. الحاله اللي بعد كده يلا نشوف الحاله اللي جايه بيمز وسموحه. حاله من الحالات المهمه جدا جدا كابتن هاني هجمه هنا بنشوف ها ها مشى اللعب مشى حاله مهمه جدا جدا ونشوف ونشوف ها هدف الحكم المساعد رفع ايده تسلل واحده واحده الهدف نشوف هل قرار الحكم المساعد كان قرار صحيح ولا مش قرار. هنا محمد رجب او رجب محمد من منطقه الفيوم. شوف هنا كابتن لحظه يرجع تاني كده ارجع سنه بس سنة لحظه اللمس لحظه اللمس نرجع هي ايوه دي. هي دي بس هنا مين مغطي كابتن؟ علي جبر اعتقد علي جبر مغطي هنا بالرجل الشمال. هنا الحكم المساعد هنا قلنا دايما يا كابتن هاني ركز مع اخر تاني مدافع ومع اللمس لحظه اللمس اعمل ربط بين لحظه اللمس دي اللي احنا جايبينها واللاعب اللي هو اخر تاني مدافع اللي هو مين؟ علي جبر. هترتاح ولكن هنا ما كانش في تركيز وربط كويس. نروح نشوف الهدف جه يلا نشوف الهدف هنا هو عمل الديليه كويس جميل وبعد كده اشار على التسلل تمام. نشوف هنا القرار الفار كان قرار مخالف تماما لقرار هنا بيدي اهو نرجع تاني للاشاره اللي هي القلاوي هنا عمل ايه؟ قال الفار قال له دي حقيقه مكانيه الهدف صحيح وده وانا شايف الكابتن انها مش صعبه يعني شفت انت قلت ايه؟ مش صعبه ابدا صحيح. ابدا ولكن زي ما قلت لك سنه التركيز دي هي اللي عملت المشكله دي. طبعا هدف صحيح والقلاوي عمل مباراه كويسه جدا في هذه المباراه. دي الحاله اللي هي يمكن كانت الرابعه معانا. نروح للحاله اللي بعد كده هنا نشوف كانت في مباراة النادي الأهلي ومنتخب السويس. نشوف هنا كابتن هنا في البداية في عندي لعبتين. اللعبة الأولى المدافع بيعمل التاكلينج وبعدين الكرة هنا بتصطدم في الإيد وبعدين بيقوم يلعب مفيش ممكن. هنمشي للحالة الأولى ونشوف ونحللها. وزي ما قلنا احنا في قناة الأهلي النهاردة بنحكي للحكام بكل حيادية. كابتن نشوف اللاعب هنا أحيانا بينزل بيعمل حاجة اسمها دعم الإيد وبينزل يسند بيديه وهو بيعمل هنا بنقول دي ده وضع طبيعي صحيح. وانا بنزل على ايديا هنا هنقول مش هنحاسبه على ان دي الايد الداعمه. الايد الداعمه دايما مش هحاسبه عليها ولكن نشوف بقى بعد كده ايه اللي حصل من لاعب. هنا الايد دي راحت في بس نقف الحلقونيه قلنا يستمر اللعب. هنا الايد دي بنقول اعاقه المنافس بالايد. شوف هنا حسين الشحات رايح معدي هيروح للكوره وبالتالي هنا كان ايه في اعاقه هنا بالايد الشمال وكان يستوجب احتساب ركله. خلينا نمشي اللعبه بقى على طول. طب انا عايز اقول لك حاجه هنا كمان يا كابتن ده يعني معلش انا لسه شايفها ده ايديه ورجليه اللي راحه كمان بالظبط يعني بالزبط. في الرجل الشمال كمان راحه يعني بص كابتن رجعها من الزاويه اللي قبل دي رجع لكابتن هاني الحاله رجع دي. رجع الزاويه اللي قبل دي كمان دي خلاص قلنا استمر اللعب تمام لسه دلوقتي هي الايد اهي بص بقى كمان رجلي اليمين بص طلعت فين رجلي اليمين. الله عليك كابتن هاني. وبص انت جبت حاجه ويمكن انا ما رحتلهاش ولكن انا رحت في البدايه رجلي راح على سكه حسين عمل خطأين. الخطا الاول الايد او الذراع وبالتالي انا بحاسبه على يعني هو اللي حصل الاول ايه الايد خلاص الاعاقه موجوده بلانتي لم تحتسب للنادي الاهلي مش عشان خاطر انا جايب عشان النادي الاهلي ولكن عشان يا حكامنا يا محترمين دي حالة واضحه جدا بالزبط. وسهله جدا. تخيل المباراه 0-0 وهذه الحاله محتاج النادي الاهلي او اي نادي 3 بونت صحيح. هنا ركله جزاء لم تحتسب في هذه المباراه. دي الحاله اللي هي تقريبا الخامسه معانا. اللي بعد كده الاهلي والبنك الاهلي والشيء بشيء يذكر وهذه الاخطاء تم احتسابها على النادي الاهلي. نشوف الضربه من غير كوره كابتن هاني وشفنا قبل كده الشناوي اتطرد في مباراه
عبد المنعم اتطرد في مباراه. نيجي على هذه المباراه الاهلي والبنك الاهلي. شوف عبد المنعم واللاعب اللي كان محمد فتحي تقريبا من لاعب البنك الاهلي. شوف الكوع الشمال ماشي نمشي ادي كوع. ده من غير كوع على فكره. نمشي تاني وادي الكوع التاني في وش. ده واخده يمين وشمال. يمين وشمال. هل من المعقول انا كحكم الفار لم اتدخل في هذه الحاله؟ هنا دي الحكم هنا الكره كانت كورنر اتعملت راحت في خارج ال 18 الحكم هنا ما شافش، الحكم هنا عينه على الكوره. هنا دي شغله الفار. زي ما النهارده محمد عبد المنعم اتطرد في مباراه الاهلي وبيراميدز على هذه اللعبه. يبقى هنا المعايير يجب ان تكون واحده كحكم فار، لابد ان نجيب الحكم في هذه الحاله. للاسف الحكم الفار لم يتدخل في هذه الحاله. وبنقول طبعا اللقطه دي الحكم ما يقدرش يشوفها لان جري مع الكوره، يعني لان هو عينه كانت على الكوره. برافو يا كابتن. دي احنا برضك بنقول دي حالات تعليميه من فضلك، خلي بالك ده ضرب من غير كوره، يعني تعمد ازاء وليس تنافس على الكوره. صحيح. الى بعد كده عندنا الاهلي وفيوتشر. الاهلي وفيوتشر مباراه حصل فيها هنا احمد طارق سجل هدف، كان في الدقيقه 11 تقريبا. في الدقيقه 11 هنا حكم المساعد اشار على تسلل، وحكم الميدان اشار على تسلل مع الحكم المساعد. عشان بس البعض طلع يعني قال حاجات كده انا مش مقتنع بيها. بص يا كابتن، هنا كان خالد الغندور تقريبا على الفار. هنا بيجي الفار يشيك على الهدف. احنا قلنا ان اي بعد اي هدف الحكم الفار دوره ان هو ياكد صحه الهدف من عدمها. هنا الخطوط نشوف الخط اللي هو واخد من اخر جزء اللي هو قريب لمرمى المنافس اللي هو احمد عاطف. احمد عاطف واخد من الكتف اللي هو الجزء القريب لمرمى النادي الاهلي. صحيح. واخد من قدم لاعب النادي الاهلي هناك من اخر الحذاء. اللعبه واضحه مفيش فيها اجتهاد يا كابتن. هنا الفار حط النقاط والخطوط واضحه جدا جدا. ما ينفعش اطلع اقول ان الفار اخطا والهدف صحيح. يا جماعه اللي يقول الكلام ده يبقى لابد ان هو يخش غرفه الفار بنفسه وهو يحط النقط ويعمل احداثات على اللعبه ويشوف ويطلع. صحيح. صحيح. انما هنا الفار اشتغل شغل صح، الهدف غير صحيح، وبالتالي هنا التسلل بجزء. تعال هنا نشوف اللعبه من غير خطوط. برافو عليك. هرجع تاني بس للجزء اللي انت جبته ده، جميل جدا جدا. ايه رايك يا كابتن هاني؟ الجزء واضح اهو، جزء من الجسم سابق. ما هو خلي بالك انا شايف ان طبعا الكتف سابق والكتف لو جاب بيجون هيتحسب، فجزء من الجسم اللي يقدر يجيب بيجون ويتحسب. بعض الناس بيقول لك ما هو خلاص انت ما تحسبش الرجل دي، خلاص الرجل دي الرجل الشمال بتاعت احمد عاطف دي خلاص مش محسوبه. بره القصه خالص. فانا في رايي طبعا يعني من هنا من الزاويه اللي انا شايفها لا، من طبعا غير خطوط يا كابتن، ومن غير خطوط. اللعبه سهله. وهنا المساعد اشار، خلي بالك يا كابتن هاني، المساعد اشار بالتسلل والحكم صفر معاه والفار اكد. كابتن انت عارف يا كابتن اللي علشان دايما احنا في الاوفسايد بنبص على الرجلين اكتر. بالظبط. وبالتالي انت هنا لو شايف الرجلين بص الرجلين سابقه. احنا مع الفار ومع التقنيه الجديده بالزبط. بدانا نبص على اجزاء جسم بالظبط، يعني ما كانتش محسوبه قبل كده. تمام. وهنا الفار تدخل يا كابتن والفار رسم الخطوط 10 على 10. ما فيهاش فساد، ما حدش بقى يجتهد يقول اصل الهدف والهدف. يا جماعه الكلام ده مش مقنع، لان احنا لابد ان احنا نقول كلام مقنع للناس. صحيح. وده هدف غير صحيح، وانا بحيي فيه حكم الفار والحكم المساعد وحكم الميدان. صحيح. نروح للعبه اللي بعديها على طول سريعا، للعبه النادي الاهلي. نفس الشيء يا كابتن هاني، نشوف هنا معلول وهنا الشحات بيلعب وهدف وهدف. هناك المساعد ادى هدف، المساعد الثاني ادى هدف. انا شايفها هدف، يعني انا بجري بعينيا. هنا يا كابتن جايبين اللعبتين ليه؟ عشان نقول ان دي الفار هنا يعني بيحط شغل، بيعمل شغله. صحيح. بصرف النظر هي انت شايفها مش شايفها، ولكن احنا بنرجع تاني للفار. نفس الشيء هنا، واخد من قدم معلول، قدم اللي هي الشمال. مظبوط. وهو واخد من هنا ايضا من قدم لاعب مدافع فيوتشر. فيوتشر من القدم. وهنا المسافه دي، المسافه هو الخط الاحمر اهو اقرب لمرمى المنافسه، وبالتالي كان تسلل. اللعبتين زي ما قلت، اللي عاوز يقول حاجه غير كده معيار واحد، معيار واحد بالزبط. يروح يخش غرفه الفار وهو يشتغل على اللعبتين ويطلع نتائجهم، انما الوحيد اللي يقول الكلام ده هو حكم الفار. الكلام ده للبعض اللي بيطلع يقول مع احترامي ليه طبعا ان دي تسلل ودي هدف وده، يعني الكلام ده يا جماعه بيعمل مشاكل لبعض الناس. اللي بعد كده معانا حالات كتيره، معلش احنا سامحونا، ولكن احنا قلنا احنا بنغطي 32 بصراحة. ونشوف هنا الحاله اللي جايه سيراميكا والاتحاد. هنا
نشوف هنا وائل فرحان حاله مهمه جدا 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 كده. هنا في هدف حكم المساعد. احنا قلنا عليه ايه؟ نقف بس نقف سامحني. قلنا لما يكون في لعبه زي دي وفي حاله دقيقه كده تسلل او مسلل خلي اللعب يستمر الاول، يعمل ديلي سيجنال كحكم مساعد، خلي اللعبه تنتهي. الفار هيراجعك، الفار هيراجع قرارك. لو انت صح هياكد، لو انت مش صح الفار هيدي القرار. شوف انا الحكم المساعد هنا في تسلل ستوب. شوف الكابتن هنا واشار امتى؟ الحكم المساعد بس قبل ما ده اشار قبل الكره ما تخش جول. ده اللي احنا عاوزين نقوله. بنقول لو طب ماذا لو الكره دي جول؟ عارف اشارته ديت الحكم يصفر، الفار ما يرجعش. ولكن كان يجب على المساعد يسيب اللعبه تنتهي تماما لان ده هدف. اوكي دي من ضمن الحالات. هناخد سريعا تمام افضل طاقم تحكيم. يلا خلينا نشوف افضل حكم في هذه الجوله. بنشوف معانا هنا محمد احمد، هنا المساعد خالد حسام طه مختارينه من ضمن الحكام اللي هم الافضل. نشوف اللي بعد كده محمد مجدي سليمان. الاثنين دولت من الشباب يا كابتن هاني، واحنا هنا بندعم الشباب. الحكام عملوا مباراه هايله هايله هايله. نجيب المساعد الحكم الفار او نجيب حكم الميدان. يلا هنا محمد احمد عباس كان الافضل في المباراه اللي احنا قلنا عليها المباراه الاولى. هنا حكم الفيديو كان هشام القاضي، حكم من منطقه اسيوط. كلهم ما شاء الله شباب شباب شباب. صحيح. على الرغم ان عندنا حنفي، محمود وافا، امين عمر، البنا، يعني حكام كتير، ولكن احنا اخترنا النهارده الشباب. بنقول ان دولت الافضل. اتمنى للتحكيم المصري التوفيق في الفتره اللي جايه. ابدعت يا كابتن، يعني بنشكرك شكرا جزيلا، دايما بتمتعنا بتحليلك. يعني خلينا نتكلم بكل امانه، الفير انت بتتكلم فير أنا بشكل كبير جدا. هاني انا بشكر فريق العمل اللي بره بامانه، يعني الله ينور عليهم. النهارده عملوا شغل عالي، كل اللي بره النهارده ساعدونا في ان احنا نطلع بهذا الشكل الجميل. لا ده طبعا يعني العاده وعادتنا هنا في قناه النادي الاهلي، دايما فريق الاعداد بيقدم اقصى ما عنده، واحنا بنحاول نوصل لحضراتكم اقصى ما عندنا عشان توصل الصوره تليق بشاشه قناه النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي. كابتن نشكرك شكرا جزيلا، الشكر واصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، كل التوفيق ان شاء الله لفرقتنا بكره بالفوز على نادي الاتحاد، ويعني نقرب كمان خطوات كثيره جدا لحصد بطوله الدوري العام. شكرا جزيلا لحضراتكم، معادي مع حضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من المحترف. استنونا يوم الاثنين. شكرا جزيلا.